نقدر نحدد اللي هنعمله الحصه اللي بعديها. النهارده بما فيه الشتاء هنقدر نخلص اربع شابتر كاملين، يبقى الحصه الجايه الاحد في نفس مواعيدنا، الحد الجاي هيبقى ايه؟ 1:30، والإعادة تبقى 3 يبقى احنا كده 9:30. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنراجع شابتر من 5 ل 8، يعني هي الشابتر بتاعت الجينيتكس مضافا اليها شابتر الانتي بيرس. تمام؟ تعالوا نراجع النهارده من شابتر من 1 ل 4. نبدا بالشابتر الاولاني اللي هو المفروض انه انتروداكشن، واتفقنا فيه ان احنا نعرفك بالمايكرو اورجانيزم. قلنا ان المايكرو اورجانيزم ار ان جنرال بيبقوا بيوري سيلولار اورجانيزم، يعني الاورجانيزم بيبقى عباره عن سنجل سيلز، وهذه السنجل سيلز بتبقى قادره انها تبرفورم كل فانكشن نسري فور لايف. صح؟ اي مده مش حتى ليك ولا غلط. يبقى على فكره اللي هو او كراسات بره انا بصحح اول باول، ففي حاجات متراكمه اصحابها ما قالوهاش، اللي هو حاجه بره ياخدها وهو خارج، مش حاجه عندي خالص، كل اللي عندي لحد امبارح كده، فاللي هو او كراسات ياخدها وهو خارج. في ناس بدأوا من المراجعة يجاوبوا معانا أول بأول، منها أو سمع راجع يروح يجاوب ويجيب لنا كراسات، أهلا ما عنديش أي مشكلة. يبقى المايكرو أورجانيزم عبارة عن يوني سيلولار أورجانيزم، خلية واحدة بتبرفورم أول فانكشنز نيسري فور لايف فور سرفايفل فور بروبيجيشن. صح؟ علماء البيولوجي حبوا يقسموا المايكرو أورجانيزم، قسموهم إلى 8 بيولوجيكال جروبس، اللي هم البروتوزوا والالجي والفنجس والمولز والبكتيريا والاركي بكتيريا والفيروسز والبرايمز. صح؟ صح بس مش صح. واخد؟ طيب لو حكوا يستهلوا القصه فنحن مقسمين البيولوجيكال جروبس دي الى مجموعتين كبار اكوردنج لنوع الخليه. صح؟ احمد ركز يلا، فطلع عندي نوعين من الخليه حسب الهيستولوجي ما قال لهم في خليه نسميها بروكاريوتيك وخليه نسميها ايوكاريوتيك. صح؟ كده يعني كانت عليك لو حد قالك يعني ايه ايوكاريوتيك وكاريوتيك؟ يعني ايه ايوكاريوتيك تاني؟ ايو يعني ترو وكاريو يعني نيو، يبقى الخليه اللي عندها ترو نيو بمعنى ان دي نيوكليار ميمبرين بيستداوس النيوكليار ماكينيا اللي هي تحتوي على مالتيبل الكروموسوم ونيوكليولس او نيوكليولاي عشان ستيل ديفيجن. ده ترو نيو. صح؟ وفرق اون ذا اذر هاند بروكاريوتيك يعني ايه؟ يعني النوايا مش حقيقيه، برو بدائيه، نوايا بسيطه او شبيهه النوايا، يعني مفيش نيوكليار ميمبرين، سنجل كروموسوم، سسبندد سايكولات، مفيش نيوكليول، مش كده؟ فقال لك طب ما تيجي ندرس بقى صفات الخليه بالمره ونعمل جدول اهو، احنا كنا عاملين جدول ده اللي ما عملوش يقدر يعمله او ينزله من زمايله. تعالوا نقارن بين البروكاريوتيك اورجانيزم والايوكاريوتيك اورجانيزم ويبقى ده احلى اللي اكتشفها يا عبد الرحمن. كلمة عبد الرحمن. لما بقى ايه هناك صح؟ بص ده بدور على الشباب. ما تقولش بقى لا هم عايزين الصورة بقى. اه البروكاريوتيك اورجانيزم لو في تشويه النيوكليار ماتيريال او الهيريديتري ماتيريال، الماده العامل الوراثي الهيريديتري ماتيريال بتاعت الخليه، الخليه هنا موجوده عباره عن سنجل كروموسوم سسبندد في السيتوبلازم، سميناه ايه؟ شبيه النيوكليار، بتاع كده طول نيوكليويد، واللي فيكم بقى يعني عايز برضه يعني ما بيفوتوش حاجه لا بين قوسين نكتب تعريف النيوكليويد، سنجل كروموسوم سسبندد في السيتوبلازم من غير نيوكليار ميمبرين. امال في الايوكاريوتيك الهيريديتري ماتيريال كانت على الكارت فين؟ في ترو نيوكليوس، يبقى انا هنا عندي ترو نيوكليوس. ال ترو نيوكليوس امال ها وات اباوت ذا نيوكليار ميمبرين؟ هنا يبقى ابسن لكنه هنا بريزنت. واي اذر ميمبرين؟ اي ميمبرين ها باوند اورجانيزم، اي عضو داخل الخليه يبقى سراوند بالممبرين تحرم منه الخليه البروكاريوتيك مش موجود يبقى احسن. لكن انت عندك
endocytosis. الاندوبلازميك انتيكولم زي الجولجي افريج الحاجات دي زي الميتوكوندريا هيبقوا اكشن بروكاريوتيك سيشن فضل ايه؟ هيبقوا بريزنت في نيوكاريوتيك ده كلهم دي مراجعه اللي يجي يخش خلاص انت هتقول هو مش ده انت جابه ده ميتوكوندريا ابسنت لما تيجي المره الابسنت ابسنت بتشوف ايه كمان ابسنت؟ موجود التيرود ان سيتوبلازمك امبريال ابسنت ابسنت وهنا ابسنت يعني كل البكتيريا ما عندهمش تيرود على وزن السكشن هنعدي عليه دلوقتي بحس ان ابسنت 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 يعني كان الاستراكشر او الديفلوبمنت بتاع الخليه اهل هنا سيمبل لكن هنا مور ديفلوبمنت مور هاي ديفلوبمنت ما تقولش هاي ديفلوبمنت هاي ايه يعني؟ فانجس بقى هاي ديفلوبمنت سيمبل لكنها سيمبل وبالمقارنه يبقى مور ديفلوبمنت او مور هاي ديفلوبمنت طيب والساينز لحتى الساينز اللي سيمبل دي وكل حاجه ابسنت فيها اكيد هتبقى سمولر انفكشن لكن دي هتبقى لارجر في فرق بقى مهم جدا هيفيدنا في شغلنا وهو الريبوزومز كثافه الريبوزومز هنا 70000 وحتى معموله من توصل يونتس 31 و51 بينما كثافه الريبوزومز هنا 80000 معموله من توصل يونتس 41 و61 يبقى ان احنا نشوف بعض الاكزامبلز بالتالي في البروكاريوت حبيت تمشي الثمانيه دروس اللي موجودين عندك تحت بعض دول تشوف مين فيهم بروكاريوت تلاقي نمره واحد البكتيريا اثنين الالجي بكتيريا ثلاثه نوع من الالجي بسيط جدا اسمه البلوجرين لكن الباقيين بقى هتلاقي الالجي البروتوزوا الفانجس البولز طب ما تيجي ناخد الفانجس كمثال لكن الباقيين المولز والبروتوزوا طيب المولز والبروتوزوا وخلافه من النوع الايوكاليبت طب والنباتات العاديه بقى اليوكاليبت برضه طب والحيوانات اليوكاليبت طب والبنات مين؟ اليوكاليبت صح يبقى كل الهاير اورجانيزمز اليوكاليبت حلو كده ادي سؤال في اول شابتر قارن بين البرو واليوكاليبت اللي ما كانش عامل جدول يقدر يعمله ممكن سؤال عرف يعني ايه بروكاريوت؟ اخد التعريف من هنا البروكاريوتيك ار اورجانيزمز اللي هي ما عندهمش ترو نيوكليس لكن الاثنين عندهم سيمبل كروموسوم فبتبدا الفوسفاتات وزود نيوكليس هذا هو تعريف كلمه بروكاريوتيك مش محتاج تكتب عرف يعني ايه بروكاريوت؟ يعني اورجانيزم عنده ترو نيوكليس بمعنى انها فيها كتير نيوكليس فتاخد نيوكليس وفيها النيوكليوس عرف بقى يعني ايه فيروس؟ الفيروس ما حطيناهوش مثال لا هنا ولا هنا صح؟ ليه ما حطيناش الفيروس كمثال لبرو او بيوكاريوت؟ لانه اساسا ما هوش خليه لا هو برو ولا هو بيوكاريوت، البروجريشن اللي اتعايش يبقى برو كاريوت، او بيوكاريوت لازم يكون عنده سيل ستراكشر. فالفيروس باعتباره ما عندهوش سيل ستراكشر يبقى لا هو برو ولا هو بيوكاريوت، امال عرف الفيروس. سيمبل انفكتد ايجنت فيري سمول ان سايز هاف نو سيل ستراكشر طب امال يعيش ازاي؟ يبقى اوبليجاتوري انترسيلر بارازايت يعني بارازايت خليه عشان ايه؟ عشان يدايركت البيولوجيكال ماشينري بتاعتها انها تسيسايز اتس اون كومبوننت يعيش جوه الخليه ويوجهها هناك يعمل له بروتينز يعمل له نيتريك اسيد بعدين يعمل فيروس كومبوننت ها ويعمل لها ريليز ويخرج عمل بروباجيشن او ريبليكيشن جوه ليفنج صح الكلام؟ في سؤال كنا حطيناه في الاديشنال كويشنز اللي بعتكم مش متابع لما قلت لما سالنا سؤال قلنا في بريز فين الفيروس ار اوبليجاتوري انتر اكسيلر بارازايت عشان ما عندهمش فيروس ار اوبليجاتوري انتر اكسيلر بارازايت عشان ما عندهمش الاستراكشر دي الاجابه عايز تكمل يعني تشرح تفهمه
دول عشان ما عندهمش الاستراكشر اللي محتاجين البيولوجيكال ماشينري بتاعت ليفينج. الابسط من الفيروس في تركيبه ايضا حاجه اسمها فيرويد. شبهت الفيروس زمان لو تفتكر بانه معمول من كده بروتين تقريبا بتاعت البكتيريا. بروتين كود بتفيد ليه نيوكليك اسيد كود. تخيل ان في انجكتيف ايجنت في الدنيا يبقى شخص عباره عن النيوكليك اسيد كود ده بس. ده اسمه فيرويد شبيه الفيروس. فيرويد يعني شبيه. يبقى سنجل ستراندد سيركلر ار ان اي ذات كان كوز ديزيزز ان جراس. والابسط من الفيروس برضه بروتين بيقدر يعمل انفكشن سميناه برايمري. لو حد قال لك من دلوقتي عرف يعني ايه برايمري. كان انفكشوس بروتين ديبويد اوف يعني كانه البروتين كود الفاضي بس. طبعا هو مش بروتين كود هو ستراكشر بروتين نيتشر ايش البروتين كود اسمه برايمري وبيعمل بقى ديزيز في البني ادمين والحيوانات. بديكم مثال الماد كاودي. ماد يعني جنون مجنون ماد. اصل بعضكم وانا بصحح لسه كده اسمها ماج اسمها ماج. ماد كاو ديزيز مرض جنون البقر. هناخد برايمري بالتفصيل في فوليوم 3 ان شاء الله. كده انتهى اول شخص. هتتكلم مش فاهم حاجه او له سؤال او تمام؟ لا هو النهارده لما نروح البيت معانا ورقه مراجعه حلوه مراجعه فاينل كانها مراجعه للامتحان لانك انت قريت الشابتر دي يعني عشان الانجليزي بتاع الامتحان اللي جاي. صح فخليها بقى دي مراجعه فاينل تبقى متاسف يعني. تعالوا نروح للشابتر الثاني اللي عايز اتكلم عن السيل ستراكشر والاورجنايزيشن بتاع تركيب السيل. دي مقدمه ولا مش عايزينها؟ يعني عشان نتابع من الكتاب ما يقعدش يحفظ الباراجراف ده مين اكتشف البكتيريا وسنه كام وكلام من ده. ثم عنوان اسمه بكتيريا المورفولوجي. ايه هي المورفولوجيكال فيتشر بتاع الاورجانيزم؟ يعني لما اجي اوصف المورفولوجي بتاع الاورجانيزم هتكلم عن ايه وايه وايه وايه؟ هتكلم عن خمس حاجات. ده بتكلم هنا منهم اربعه بس احنا خدنا الخمسه اللي عندنا. ايه بقى خمس حاجات؟ سلايد شيل ارينجمنت والستيجنج كاركترستكس والحاجه الخامسه اللي بتيجي قدامك هي الموتيليتي. انت ممكن تكتبها كده معاك يعني وسط كلمه تحت كلمه بكتيريا المورفولوجي لما بيقول لك المورفولوجيكال فيتشرز انكلود السايز شيل ارينجمنت ستيجنج كاركتر وموتيليتي. حلو. سايز ما نحفظش ارقام. قلنا تقاس حجم البكتيريا بالمايكرو دي في المكان دي هاوي بالنسبه لنا. السلام عليكم. شيل البكتيريا تقسم الى ثلاث اشكال رئيسيه. فوكاي سبيشال لاين فاير. فوكاي يعني سبيريكال دول مدوره. سبيشال لاين يعني عصيان روشيل. فايرال يعني حلزوني صح. حلو قوي. ارينجمنت ممكن الكوباي هناك جنب بعض جينز بلاستر صح؟ لو سنجل اهو ادي كوباي سنجل زي بيرز بيقولوا عليها سنجل كوباي. جين زي التريند كوباي. كلاستر زي الاستابين وكوباي. ده كلام عملي. انا ما اجيش للنظر اقول لك الاورجانيزم اللي شكله كلاستر يبقى اسمه ايه؟ الاورجانيزم اللي شكله جين يبقى اسمه ايه بقى؟ لان ما انا بدل ما اسالك السؤال ده كده نظري. منهج الامتحان العملي احط لك سلايد في المنظر ده واقول لك مين ده؟ فطالما اقدر امتحنك السؤال ده بالعملي نجعل هذه الصفحه العمل. الصفحه دي تذاكر للعملي مش للنظري. ما عدا باراجراف واحد فيها فقط. اللي هو بتاع الارينجمنت. ايه اللي مسؤول عن الارينجمنت اوف ذا اورجانيزم؟ يعني ايه اللي يخلي بكتيريا تبقى بير او تبقى تشين او تبقى كلاس؟ النهارده بقى درسنا يعني احنا بنراجع هنروح للشابتر 3 كمان شويه يبقى عايزين تو فاكتورز بيأفكت الارينجمنت. واحد اللي انتوا قلتوه دلوقتي ذا بلير اوف سيل ديفيجن اللي ما سمعهاش الاول. طيب برافو يا يونان. اللي ما سمعش يعني ايه بلير اوف سيل ديفيجن قبل كده؟ تخيل ان البكتيريا حاطين لك باسيلس يبقى اسهل اهو. باسيلس دائما كل ما يجي ديفايد يعمل سيستم في هذا الاتجاه. بصوا كده فيرتيكال سيستم. يبقى ده لما يعمل سيستم كده يبقى اسهل البكتيريا الاثنين صح؟ حلو قوي. طب لو جه معاه الديفيجن اللي بعد كده. طالما انه ما يقدرش يعمل سيستم في اي اتجاه اخر يعني برضه هيعمل سيستم هنا في الاتجاه ده وهنا هيعمل سيستم في الاتجاه ده يبقى اسهل كل بكتيريا اثنين صح؟ يبقى اذا البكتيريا ده اسمه سنجل بلين. سنجل بلين يعني دائما في الديفايد في ايه؟ ترانسفير سيستم يتكون في اتجاه واحد.
الاتجاه الراسي. فالتفكير اللي بيتنفايد دائما في سنجل بلين هتدي يا اما بير جنب بعض كده يا اما تشين اهو يا بير يا تشين. طب ايه بقى اللي يخليها تبقى بير وايه اللي يخليها تبقى تشين؟ اكيد في سبب تاني عامل تاني اللي خلى البير والتشين بيتكونوا لو البكتيريا بتديفايد في سنجل بلين. الساين اوف سيبريشن اوف ذا روتر سيلز افتر سيل ديفيجن هناخدها في الشابتر 3 جاي لها حالا. يعني ايه؟ يعني بعد ما البكتيريا بتديفايد، البكتيريا بتديفايد في حاجه اسمها سيمبل باينري فيجن. الواحده بقت اثنين اهي صح؟ الاثنين يا اما يقدروا اتاتش فتره يا اما يسيبريت بسرعه. طب لو بيسيبريت بسرعه؟ ها؟ لو معدل السيبريشن بتاعه بيساوي الجنريشن تايم. ده دايما هشوفهم بين ليه؟ الواحدة اتقسمت بقت اثنين على ما بيتفصلوا اهم جه معاد السيل ديفيجن الجديد فكل واحدة عملت طب بقت اثنين ففي استمرار هشوفهم اثنين صح؟ لكن لو بيقعدوا فترة اتاتش افتر سيل ديفيجن يبقى جه معاد الجنريشن الجديد وهم لسه اتاتش فكل واحدة اتفصلت فالاثنين بقوا اربعة وهم لسه اتاتش بقوا مشين. يبقى في تو فاكتورز بيؤثروا على الفاينل ارينجمنت اوف ذا اورجانيزم. ده ممكن حد يسالك ايه هم التو فاكتورز او اكسبلين الارينجمنت بتاع البكتيريا ازاي؟ لا يبقى واحد ذا بلين اوف سيل ديفيجن البكتيريا اللي بتتكاثر في سنجل بلين يا بيرز يا تشين لكن اصغر بكتيريا بتتكاثر ان مور ذان وان بلين. يعني ايه؟ يعني الكوكاي دي المره دي هتنقسم فيرتيكال كده وبتدي خليتين جنب بعض صح؟ طب جه معاد الديفيجن اللي بعد كده او قرروا انهم يتكاثروا في هوريزونتال سيستم يعني السيستم هيتكون كده المره دي راحوا الاثنين الجولات بقوا موضعهم هنا اهو. طب المره اللي بعديها قرروا انهم ينقسموا في اتجاه اوبليك فالاثنين اللي عليهم الدور بقوا هنا. يبقى البكتيريا اللي بتديفايد ان مور ذان وان بلين بتجيني كلاستر زي القصه اللي بتتكلم كده. كمان في الباراجراف اللي الاكسبلينيشن بتاعه مطلوب للنظر من هذه الصفحه. تعالى بقى فاضل في الكوميونتي كنا هنقولها في العملي والستيننج كاركتر. مين يقول لي في البكتيريولوجي عندنا كام نوع ستين؟ لا ثلاثة مش ثلاثة قلناهم في العملي. في العملي اضفت نوعين سبيشال ستين. يبقى انا عندي ستين اسمها سيمبل وستين اسمها سبيشال وستين اسمها ديفرنشال صح؟ ناخد مثال سريع لكل نوع من الستين. ها سيمبل ستين زي ستين برو برافو عليك من فايف فايف قول لي اي اسم ستين يجي في دماغك اسمها ما اسمعنا سنجل ان لو سمحت بيها كل الاورجانيزم اللي في الدنيا هياخدوا ذا سيم كلر مش كده؟ دي بلو ميثايل فايف طفرانين اي حاجه. وقال يعني ايه سبيشال ستين؟ يعني ستين بستخدمها عشان اسبق اورجانيزم معين او اورجانيزم في سيتويشن معين. لو خدنا مثال الاورامين او برافو عليك يا ويام هايله الاورامين او اللي كنا بنستخدمه ده فلوريسن ستين عشان اسبق فيه تي بي يمينه صح. وطبعا الجين ذا ستين عشان لو اورجانيزم جوه السيل مش لازم تعمل سوري الاسئله والفولدانا ستين اللي فيه سيلفر عشان اسبغ الديليكت اورجانيزم بتاع الاسبيوكيت مثلا. حلو الكلام؟ ماشي. امال يعني ايه بقى ديفرنشال ستين؟ الستين اللي بستخدمها فريكونتلي في المايكرو بيولوجي عشان تو ديفرنشيت بتوين ديفرنت سبيشيز واشهر ستين عندنا هي الجرام ستين. طبعا يا ليها ستين نزل خدتهم بقى انتم في العملي في السكشن وشرحناهم احنا في العملي في وهنبقى نراجعهم ان شاء الله هبقى راجع لكم العملي في الاخر. افكرك بس بجرام ستين لسبب الاستراكشر اللي انا داخل عليه دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها جرام بوست وجرام مين تبقى فاهم يعني ايه الكلمتين دول صح؟ الراجل اللي اسمه جرام جاب تو سلايس اهو وحط تو ديفرنت اورجانيزمز على كل اورجانيزم على سلايس وراح حاطط اول تابلت اختارها اللي هي البينتايل فايل. طبعا بعضكم اتسال عن الجرام ستين في امتحان القسم ده. اول تبغى بحطها هي مين من الفايل فايل ثم بعد كده بضيف الايديل سوليوشن اللي هو الجرامز ايديل. طبعا الاورجانيزم ده والاورجانيزم ده اكتسبوا لون الفايروس ليه؟ لان هذه الستيب في الاورجانيزم بيتعامل مع الصبغه دي كما لو انها ستين. طيب الراجل حاول يشيل اللون والسؤال ده سهل برضه في القصه. مين في كلرايزنج ايجنت في الجرام ستين؟ 95% هي الفايل الفا. قام لاحظ ان في اورجانيزم احتفظ بصبغته واورجانيزم بقى للصبغه. راح حاطط الكاونتر ستين. السؤال ده سهل في امتحان يوم الخميس اخر امتحان.
مين هو الكاوتر ستين في جرام ستين؟ اثيونيك كاربول بوكسين او خوش الناشيه استاذ اشرف. ايه الاورجانيزم اللي تلون فايروس يحتفظ بلونه، لكن الاورجانيزم اللي كان فاعل اللون هياخد اللون الاخر اللي هو اللون البينك او الريد ويأبير ريد. اسئله الام سي كيو، ما احنا ما زلنا الشابتر اللي داخل في نص السنه. مين البرايمري ستين؟ الاورجانيزم اللي بيأكواير البرايمري ستين في حاله الجرام ستين ويريزيست الديكلرايزيشن هيأبير لونه ايه؟ الاورجانيزم اللي بيحصل له ديكلرايزيشن ويأكواير خش المرعي يأكواير الكاونتر ستين يأبير ايه؟ هو ده اللي بيأبير بينك. اتفضل. وده هيأبير ريد او بينك. مش كده؟ مين البرايمري ستين اسمها ايه؟ موبايل فايروس. ايه الديكلرايزيشن اللي اسمها ايه؟ 95% موبايل فايروس. مين الكاونتر الثاني اسمها ايه؟ طيوت الكربون شوك. كل دي اسئله تم تكتبه سواء معاك في الورق اللي معاك او جاب لك الامتحان اللي فات او في جاك نص سنه. هنسالك العمل ده نص سنه برضه ان شاء الله. انا بس عايز اوصل للمسمى سريعا عشان لما اخش على الاستراكشر دلوقتي. الراجل سمى الاورجانيزم اللي بيأثر فايروس ده سماه جرام بوزيتيف. مسمى هذا الاورجانيزم جرام نيجاتيف. التريك اللي في الموضوع لو سالناك الجرام نيجاتيف اورجانيزم بيأبير بينك ولا كارلس ولا فايلت ولا براون ولا جرين ولا تيرك. في ناس بيستريحوا لكلمه كلر هنا لانه جرام نيجاتيف يعني كانه ما اتسببش تاني. جرام لا الجرام نيجاتيف اتسبب واخد الصبغه الكاونتر وهيأبير بهذا اللون الليل. تعالى نروح للبكتيريا ديستراكشن. في سؤال كنت هحطه لكم في الاديشنال كويشن. اذكر اربعه اسينشال كومبوننتس من بكتيريا ديستراكشن. الاسينشال كومبوننت هو الكومبوننت في البكتيريا الاستراكشر اللي لا يمكن الاستغناء عنه، لو استغنيت عنه البكتيريا تموت. يبقى تعال نشوف من جوه لبره كده. لازم البكتيريا اللي عندها كروموسوم نيوت. شوف بقى الملحوظه دي، حتى لو بتعمل سبور، لان السؤال ده جه من ضمن الكونتنت او سبورز كروموسوم. نعم طبعا لازم البكتيريا تحصل حتى تاخد الكروموسوم بتاعها جوه. يبقى الكروموسوم ده حاجه اسينشال ما تقدرش تستغنى عنه طالما عايشه او ناويه تكمن دلوقتي، بس عشان ترجع تعيش تاني لازم تكون عندها كروموسوم نيوكليويد. ادي واحد. اثنين لازم يكون عندها سيتوبلازم يحتوي على اسينشال كومبوننت زي مين يا اسراء؟ زي الرايبوزومز اهو. لازم الكلام ده يحاط بممبرين اكستنشن، مهم جدا اسمه سيتوبلازميك ممبرين، صح؟ يبقى اللي بيقابل امامك ده اكستنشن كومبوننت، صح؟ ثم ايه رايك؟ السيم وورد اكستنشن ولا لا؟ اه بكتيريا من قدر اهو. امال رسمته عوج ليه؟ عشان في انفكشن. يبقى كل اللي بيقابل اكستنشن بما في ذلك السيم وورد، رغم ان السيم وورد في انفكشن، في تو انفكشن، في حالتين من البكتيريا ما عندهمش سيم وورد. المايكرو بلازما واللي فوق، صح؟ لكن لو حد من الممتحنين سالك قال لك اذكر اربعه اسينشال كومبوننت من بكتيريا السيمي قدامك اهو مقسومين. من بره بقى لجوه السيم وول لانه موجود من موست بكتيريا. مفيش غير دول ريسبشن دلوقتي ما عندهمش. والسيتوبلازميك ممبرين لانه موجود ان اول بكتيريا. ولو اتكسر السيتوبلازميك ممبرين ما بقاش فيه وجود للخلايا، صح؟ والرايبوزومز عشان هي دي اللي مهمه مصنع البروتين. ونيوكليك اسيد اللي هو بيشيل الجينيتك انفورميشن بتاعت الكلام. دول اربعه اسينشال كومبوننت، صح؟ لكن هناك كومبوننت بيجي بريزنت ان صام بكتيريا مش اسينشال. طالما صام يعني في بعض يقدر يستغنى عنه. زي مين؟ زي فلاجيرتا. اوردر اوف موفمنت. الموفمنت او الروتين ما هوش حاجه اسينشال في البكتيريا. لان البكتيريا صغيره جدا وممكن يعني تعتمد في انها تنتقل من مكان لمكان على عوامل كتير. مش لازم تتحرك اكتف بالمسافه. فالموفمنت مش اكستنشن. ها بالسمبلي انها تأدير او تبدا او تاتاش. دي حاجه ممكن تساعد على انها تعمل الديزيز لكن ما هيش حاجه اكستنشن يعني من غيرها تموت يعني. لا يبقى السمبلي برضه حاجه اوبشنال. ما هيش سمبلي هي الفايروس. و الكبسول الثلاث حاجات اللي بالاحمر دول دولت ما هماش اكستنشن كومبو. السؤال حاضر. السؤال اللي كان في الورق اذكر اربعه اسينشال كومبوننت. اللي في القلب
the hormone, the plasma membrane, ribosomes, nucleic acids, كده measure their function. لكن على function احنا بنقول دلوقتي بالتفصيل. ثم اذكر one antibiotic which can attack each. كل component من دول ممكن يكون target antibiotic. احنا لما جينا نقلل الانتيبيوتيك عرفناها بحيث ان انا اضرب essential component البكتيريا ثم البكتيريا ما تقدرش تعيش. في antibiotic which attack the hormone chapter 8 من المجاعه الحساسيه. الثاني اللي هو ايه ده؟ الكلام ده اللي بيضربوا سايتوبلازم ميمبرين وبيعملوا سايتوبلازم ميمبرين ديستركشن البوليمكسين بي والامفيتراكسين والحاجات دي. الانتي بودي اللي بتمنع البروتين سينتس سواء عند السيرتي او البيت الاسترايزوز. الانتي بودي اللي بتمنع النيوكليك اسيد سينتس سواء بتنتظر مع البوليك اسيد زي الفاسفورمايد والترايزوبرين او بتمنع الدي ان اي فايريز انسايد او او ده سؤال مركب عشان كده بدات لك فيه اول. أمام الرمني اللي بالأزرق اتنشن واللي بالأحمر مش تعالوا بقى نمسك كومبوننتس كومبوننتس ونشوف وظيفته بقى. تعالى نبدأ من جوه لبره كده. ها السيتوبلازم حلقة النيوكليويد مش كده؟ الباراجراف اللي عندك تحت الرسم ده بتاع النيوكليويد خليه للقراءة فقط. أنا برضه عايز ألخصك وأساعدك يعني. القراءة ليه؟ لأن جاي لي في شابتر خمسة موضوع أجهزة النيوكليويد بالتفصيل. مبدئيا لو خدته للقراءة سريعا بس مش هتبقى فاهم. اعتبرنا البكتيريا بروكاريوتيكا اذا ما عندهاش ترونيو يبقى عندها نيوكليويد معمول من سنج كروموسوم طب سنج السيتوبلازم لو فرد يطلع طوله 1 ملم طب ازاي يتحط جوه مايكرو ده متكعبل يبقى سوبر بوينت مش كده؟ اتشت از ميزوزو عشان تساعد الريبليكيشن متشكرين معلومات كده ريدنج سريعه ونبقى نحفظ من شابتر 5 ان شاء الله. بالاضافه لل حاسس بالاحمر حاجه اهو النيوكليك اسيد قد يكون مش بس كروموسوم قد يكون هناك اكسترا كروموسوم كومبوننت. زي الناس وبرضه تفاصيل في شابتر 5. لو اقرا سريعا بس كده عشان يبقى عندي فكره. اكسترا كروموسوم دبل ستراند دي ان اي دي كاري اديشنال جينيتك انفورميشن ما هياش اكستنشن للبكتيريا. ومزيد من التفاصيل في شابتر 5 ان شاء الله. الباراجراف دراية سريعه يريحني صح الاقي نفسي ثاني تحت بتحرك بسرعه وانا نفسي في الفكره. ثم هذه الريبوزوم يا سلام صفحه خدمه. لان الريبوزوم فيه ثلاث معلومات. المعلومه الاولى من اسمه ريبوزوم. كاتسوم يعني جسم من البروتين بيحمل ريبو يعني ار ان اي. حلو قوي. فانكشن. سايت اوف بروتين سنتس انا عارفها من الفايل. اهميه الرقم اللي قلناه من شويه في الجدول. كون كثافته 70 اس بينما البني ادم كثافه الريبوزوم بتاعه 80 اس. ده يعني انهم ديفرنت استراكشر. إذا يمكن اعتبار الريبوزوم اسيلكتيف تارجت فور انتي بيوتيك ثيرابي. اللي مش فاهم الجملة دي لو إن المربع ده كبير ده يمثل بني آدم. البني آدم ده عنده ريبوزوم كثافتها 80 اس بينما الريبوزوم اللي في الأزرق دي كثافتها 70 اس. البكتيريا دي أصابت البني آدم ده. أنا عايز أحافظ على البني آدم ده يفضل عايش بينما أموت البكتيريا دي أحرمها من السنس والأوبروتين. اعمل ايه؟ ادي انتي بيوتكس مش كان اتاك 70 اس ريبوزوم او الساتيورنس بتاعه. نقوم نقتل البكتيريا من غير ما انهار في الهوست. القصه دي اسمها ايه؟ سيلكتيف توكسيسيتي. احد اسئله الامتحان اللي جات من نفس الامتحان يوم الخميس. يقول لك اول ذا فولوينج ار كومبليكيشنز اوف انتي بيوتكس اكسبت. نمره واحد سيلكتيف توكسيسيتي ولا الرجي ولا سوبر انفكشن ولا حاجه ثانيه وايه توكسيستي؟ لا مش توكسيستي ولا ريزيستنس ولا نانو سابر. ناس كتير راحوا النانو سابر ليه؟ قال لك الكومبليكيشنز اوف انتي بيوتيك فيها توكسيستي وانا سالتك توكسيستي ده هو السيكتيك توكسيستي. تسريب التوكسيستي ده مش كومبليكيشن اوف انتي بيوتيك ده شرط مش رد استخدام الانتي بيوتيك. هي دي اللي كانت الاجابه. هل تريد ان تتعلم 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 ان
بضحك على كده. اختارت في النانو توكسيستي كوبريكيشن، تعدي عليه لكن تركت التوكسيستي ده عكس التوكسيستي. ده تركت التوكسيستي ان انا عايز استخدم انتي بايوتيك تخش جيت هارمفول تو ذا اورجانيزم بس هارم للسيستم. مش كده؟ دي ما تبقاش كوبريكيشن انتي بايوتيك، تبقى شرط من الشروط. ما علينا، نغير الموضوع عشان اشرح بس. وانا خارج كده لقيت برضه ستيل في شويه نقط. ايه دي؟ الكتاب الاحمر ليه معناها قد تكون مهمه للاورجانيزم؟ لانها تختلف من اورجانيزم لاورجانيزم. الانكلوجن جرانيوز بعض البكتيريا عندها جلوكوز، ستارش، فوسفين، سلفر. تمام؟ فود ريزيرف او انكلوجن جرانيوز. تستخدمها عشان الانرجي برودكشن، تستخدمها لتخزين الاي تي بي للفوسفين. كده معايا في التاريخ، تراقب. تعالى لي بقى وانا خارج على حاجه مهمه، لقيت الساكوبلازم ما هوش ماشي ستريت. امال ده بيعمل ايه؟ وورد مين فاجينيشن؟ ايه ده بقى؟ ده مين ده؟ دي اسمها ميزوزومز. ايه اهميه الميزوزومز؟ واحد، الميزوزوم اللي في النص لو اكتمل كده عمل كروس للداخل يقتل البكتيريا فيه، يبقى بيساعد في السيل ديفيجن صح؟ اثنين، الميزوزوم اللي في الحرف ده لو بدا يجرو كده واخد المواد الاستنشال في حته صغيره وكمل كده اثناء السبور فورميشن، يعني الميزوزوم ممكن يشارك في السبوريوليشن او السبور فورميشن. ثلاثة واللي الأهم، الميزوزوم بيحتوي على الريسبيراتور انزايم اللي هم البديل بتاع الميتوكوندريا. اتفقنا في الجدول اللي فات الميتوكوندريا ابسنت في البكتيريا صح؟ باعتبارها بروكاريوت. طب امال مين اللي مسؤول عن الانرجي برودكشن؟ الميزوزوم، بص الجملة الصعبة دي شوية، هو الفانكشنال ايكويفلنت او الفانكشنال انالوج. كلمة فانكشنال انالوج يعني المكافئ الوظيفي بتاع الميتوكوندريا في الكيلوكاريوتيك سيستم. يعني اذا كنت انا كبني ادم عندي ميتوكوندريا مسؤول عن الانرجي برودكشن، المقابل للكلام ده في البكتيريا هو الميزوزوم. عندي الميزوزوم بيستنفورد الاكسبيراتوري انزايمز نيدد فور انرجي برودكشن، يبقى ده المكافئ بتاع الميتوكوندريا في حاله البكتيريا. بص بعض الكلام ده كمراجعه فارق صحيح فارق عن هو شرح انا حاسس كده، انا حاسس مستفاد. عشان كل واحد يشتغل كتمبلت ويعمل كومبليمنتري سبراي،
وبعدين الميزوزوم اللي في النص بيجرو انورد يقوم يساعد في عمل الترانسبرنسر. ادي مشاركه السيل ممبرين في الريبرودكشن او السيل ديفيجن. تاني سيل وول بايو سينسز كاتب حاجتين وليه؟ هنا السيتوزايت في الممبرين دوت نمره واحد هو اللي هيصنع هو اللي هيبقى موجود عنده السايكولوجي الطوب والاوالي الطوب اللي هنرصها على بعض. اللي هي عليه الكراشر اللي هو ده دلوقتي. وعنده الكاريان. عنده حاجتين نفس الطبيونت ان اختار جلوكوز مين وان اختار نيوراميك اسيد والحاجات دي هتتصنع عن السيتوبلازميك ممبرين اللي هي الوحده بتاعت البناء بتاعت السيتوبلازميك صح كده؟ وبعدين عشان نلزق الحاجات دي ببعضها محتاجين بقى ايه؟ الانزيمز اللي هترفض الكلام ده السيتوبلازميك عنده ليبت كارير اللي بتشيل الانزيمز اللي هتساعد الاسيمبلي ده. يعني كان عندي حاجتين الطوب والاسمنت. انا بقول اهو الطوب اللي هو اليونت والكارير اللي هو ليبت هتشيل الانزيمز اللي تروح تجيب لي اليونت ترصها جنب بعض. تمام؟ ده اسمنت. الفانكشن اللي بعد كده تبني بيت تتجوز وتخلف عشان ايه؟ عشان تجيب عيال يحفظ لنا كلهم شد وجذب. دي مذاكره. يوجد ريسبتورز على التشتتات من لو استشعرت ماده بينيفيشال يوتيلين مثلا او كده هتدي اشاره للسايت السيل بحيث ان الاورجانيزم يتحرك في اتجاه المواد النيفيشال دي صح؟ طب ولو برضه ريسبتورز دي استشعرت مواد هارمفول انفكتنت ولا حاجه كده في الميديا مش مناسبه تقوم تدي اشاره وبيحصل ايه؟ movement away from this stimulus يعني negative stimulus. اخيرا خلف عيال يحصل لك منهم شد وجذب وبعدين يطلعوا البلع على جثتك يطلعوا الاكسبريشن انزايمز. على الاقل في تو انزايمز نتكلم عنهم البكتيريا بتفرزهم عن طريق سيتوزايمك ممرين يا اما هيدروليتيك انزايمز دي بقى بتمسك المولدولز الكبيره تكسرها الى سيمبل مولدولز وليكن مثلا ماده غذائيه كبيره ما انتش قادر طبعا تاكلها كده مره واحده تقوم تمضغها تقطعها حتت كذلك البكتيريا لقيت ماده اليوتن كبيره بالحجم تقوم تقطعها تمضغها بره تطلع انزايم يكسر لارج موتول الى سمولر موتول تبقى تقدر تباص اكروس الممبرين. يا اما ماده هاردفول انتيبيوتيك بنسلل مثلا رايح يكسر السيل وول تقوم البكتيريا تفرزها انتيبيوتيك ديجريدنج انزايمز. ادي وظيفه السيتوبلازم وانا خارج قابلت السجون السجون عايز اعرف عنه نمره واحد انه صفه من صفاته انه ريجست او مثلا انه ايه سبب ريجست الكيميكال بوزيشن او ستراكشر اللي معمول من بوليمر من ثلاث حاجات ان ماده الكريبتايدوجليكان اللي معموله من ثلاث حاجات ان اكسايد جلوكوزامين ان اكسايد هيوراميك اسيد مش عايزين بقى مزيد من التفاصيل، هم الثلاث كلمات دول بس. يبقى نمشي كده ها، السيل وول ريجست. فين الدكتور اسمك ايه؟ الكابتن ثاني على السيل وول. ناريمان، ماشي ناريمان. ان اكسايد نوراميك اسيد، ان اكسايد جلوكوزامين، تترا بيبتايد سايد تشين، لو دخلت بكتير لسه بتبني نفسها. عمل تسلسل منه لسه ما عملتش السيلول او صح. يبقى خمس سيلول نجيبها منين؟ نجيبها من تسلسل ممبرين يبقى تسلسل ممبرين هتتجمع عنده. طبعا كما يتجمع جوه الغالب تبقى تتجمع من تسلسل ممبرين يبقى تسلسل ممبرين هيبروفايد قوالب الطول اللي هي مواد الطبيونت اللي هيتعمل منها السيلول لان اسايد جلوكوزامين ان اسايد جيراميك اسيد تترا بيبتايد سايد تشين. جمعوا يسيبوا في بعض يدوني خمس لاعب بيبتايدو جلايكان صح؟ هذه البيبتايدو جلايكان هي المسؤولة عن الريجيستي هي اللي بتخلي السيل وول ريجيست العالي. ليه السيل وول ريجيست؟ ده حواره على خامة البيبتايدو جلايكان. في كتير لو عايز تقول تفاصيل. تقول وشي بيس افوليمر فورم دروب ان هتايد جلوكوزامين ان هتايد نيوراميك اسيد تترا بيبتايد سايد تشين. جميل. يا ترى مفيش غير بيبتايدو جلايكان في تركيبة السيل وول؟ لا في اذر انستراكشن. طيب ايه هو بالظبط؟ لا مش عارف انت بتقصد ايه بالظبط. هتختلف الجرام بوزيتيف عن الجرام عرفت ليه رحنا خدنا كلمه جرام بوزيتيف ونيجاتيف؟ لان الاستراكشر بتاع السيل وول بتاعهم بيختلف.
وهو حتى السيمول ده هو السبب في القصه. تعال نشوف كده الترتيب، لان بيجي سؤال يقول لك قارن. بص لو ده سيتوبلازمك ميمبرين للادرال، سيتوبلازمك ميمبرين عباره عن فوسفوليبيد بروتين باي لير، يعني لو حبيت افهم شيء من التفاصيل شويه اهو، يبقى اثنين لير كده هو فوسفوليبيد بروتين باي لير. كتير قوي في الكتب بيمثلوه بالخطين دول بالشكل ده عشان تعرف انه باي لير، فوسفوليبيد بروتين باي لير، ده سيتوبلازمك ميمبرين. فحتى الجرام بص السيمول حلالي، السيمول نص طبقه السيمول معموله من قامت البنتايد وبلينجان اللي هي ايه بقى يا ناريمان؟ 40 شيت او 40 لير. طب كل شيت معمول من ايه؟ من ثلاثه سب يونتس اللي قلناهم. هنا استايل جلوكوزامين يبقى اتاكشت لان استايل ميوراميك اسيد، جنبه هنا استايل جلوكوزامين ان استايل ميوراميك اسيد وهكذا. وماكس في ان استايل ميوراميك اسيد ده ايمرجنج سايد شين كده عباره عن اربعه امينو اسيد اسمها تترا بيبتايد سايد شين. كل لير من دول معموله من ثلاث خامات دول. ثم الليرز ماسكه مع بعضها بكروس لينكينج بتايب شينز اخرى مش عليكم التفاصيل. 40 شيت يمثلوا نص السجن 50% ده بتايب جلايكان في الجرام بوزيتيف سيمول. طب يا ترى في الجرام نيجاتيف سيمول في بتايب جلايكان ولا لا؟ الاجابه نعم يوجد بتايب جلايكان لكنه يختلف اهو في عدد الليرز وفي السجن. يعني هنا جاست 1 تو 2 ليرز يمثلوا 5 الى 10% من التوتال ثيكنس بتاع السيمول. يبقى هنا يوجد بالسيتوبلازم وهنا يوجد، لكن هنا 40 شيت هنا 1 تو 2 شيت. هنا 50% من الثيكنس هنا 5 ل 10% من الثيكنس. يعني هنا ثيكر وهنا ثينر صح؟ لقيت الجرام بوست السيمول معمول من خامه اسمها تيكويك اسيد اهي. وده عباره عن بوليمر معمول من الجليسترول فوسفيت او الريبيدول فوسفيت. والبوليمر ده بيميل الى انه يعمل فايبر، والفايبر اكستندنج اوت سايد ذا سيل. يعني الفايبر دي والنقط دي كل ده تيكويك اسيد. تيكويك اسيد عامله لير، واللير دي بتتجمع تعمل بوليمر يديني فايبر اكستندنج اوت سايد ذا سيل. ده اسمه تيكويك اسيد. وده انتيجينيك. يعني ايه؟ يعني لو خد بقى يعني لو الاورجانيزم اللي دخل جسمك ممكن تتكون انتي بودي اجينست التيكويك. هل في حاجه ثانيه في السيمول؟ نعم. في بعض البكتيريا هتلاقي من خارج كده في حاجه اسمها سيرفس بروتين. عايز ميثانين والا يبقى مش هيعدي. ايه هي السيرفس بروتين؟ تقول لي اسم الاورجانيزم واسم السيرفس بروتين. رشا؟ برافو عليكي. وقام مشهورة قالت لي بروتين اسمه بروتين ام، أين يا ولدان؟ والأورجانيزم اللي عنده هذا البروتين ام اسمه ستريبتوكوكس. رشا؟ بروتين ايه؟ برافو عليكي. وده بالكتاب، جبت الكلام ده منين؟ من الفيرنس فاكتس. واحد يقول لي ليه ما قلتش ان البروتين طبقة ثالثة موجودة في كل الجرام بوست سيبو لأنها تختلف من أورجانيزم لأورجانيزم وقد تكون موجودة. عشان كده قلنا هنبقى نقولها بقى لكل أورجانيزم على حين. بس في ظروف انتظرتنا نديك مثالين في الفيرلاند فاكتور. لما قلنا الفاكتورز اللي ممكن تحمي البكتيريا من الكبسول من الفاجوسيتوس انتي فاجوسيتيك فاكتورز قد تكون كبسول وقد تكون سيرفس بروتين في جرام بوست اورجانيزم. دكتور احنا بنشرح اول ده ما كنتش اقدر اقول لك المثال ده، لكن النهارده ده ميزه المراجعه برضه انك تربط حاجات في المنهج. من ضمن الانتي فاجوسيتيك فاكتورز اللي هي الفيرلاند فاكتورز في البكتيريا وجود سيرفس بروتين. والمثال لما نروح للشابتر 10 هتلاقي بروتين ام في الستريبتوكوكاي وبروتين ايه في الستريبتوكوكاي. ماشي كده؟ اللي صعب عليه دي انتهى دلوقتي. ده ترتيب الجرام بوست السيجول. طب والجرام نيجاتيف بقى السيجول؟ اتفقنا عنده بالبايزو جلايكان وشرحناه صح؟ ثم بصوا يا جماعه معلش انا رحت بعيد شويه عنكم كده لكن اهو. البايزو جلايكان حواليه كده نقط ايه؟ جيل لايك بروتين سوليوشن. النقط الحمراء والشرطتين الزرق دول اسمهم بيري بلازميك ستين. تاني طبقه وانا خارج كده من السيتوبلازميك ميمبرين يعني الجرام نيجاتيف سين وال ادي السيتوبلازميك ميمبرين هنا هلاقي طبق بعد السيتوبلازميك ميمبرين اللي هو ده هلاقي طبق تاني في السيتوبلازميك والنقط دي جيل لايك بروتين سوليوشن. الحتتين دول كده على بعض اسمهم ايه؟ بيري بلازميك ستين. يبقى البيري بلازميك ستين موجود في الجرام نيجاتيف سين وال وليس في الجرام بوست سين وال. معمول من جيل لايك بروتين سوليوشن وطبقه او طبقتين في البيبتايد جلايكان صح؟ حلو.
السيستم تكنيكس كله ده، كل ده بيبقى مين؟ يبقى اوتر لير معموله من اوتر ميمبرين، يعني ميمبرين اخر يشبه الميمبرين الداخلي اسمه اوتر ميمبرين، فوسفو ليبل بروتين باي لير، صح؟ طب ده حته صغيره، امال لسه بقيت السيستم. الاوتر موست بارت اوف ذا اوتر ميمبرين غنيه باللايبو وبوليساكرايد. واللايبو وبوليساكرايد تلاقيه مقسوم لايبو وبوليساكرايد، ليبل ناحيه الداخل وبوليساكرايد ناحيه الخارج. الليبل برافو عليكم اسمه ليبل ايه؟ ولقيناه توكسيك سميناه اندوتوكسين، يبقى من دلوقتي مين هو الاندوتوكسين؟ هو الليبل ايه كومبوننت اوف ذا لايبو بوليساكرايد اوف ذا اوتر ميمبرين اوف ذا جرام نيجاتيف سيكول. تعالي نروح نكتبه هنا. انا وانا خارج من البريمتريك فيلد لقيت انذر ميمبرين فوسفوليبل بروتين باي لير اهو. الطبقه الخارجيه منه غنيه باللايبو بوليساكرايد ومقسومه نصين. النص الداخلي عباره عن ليبت اسمه ليبت ايه، والجزء الخارجي بوليساكرايد. الليبت ايه سميناه اندوتوكسين، والبوليساكرايد سميناه سوماتيك او الفو اسيد. مش هعين بس هعين بطريقه ثانيه. كومبير قارن جرام بصر وجرام نيجاتيف سيكول، امسك طبقه طبقه. السيتوبلازم 40 شريط و 1 شريط، 50% من البيزنس 5 ل 10% من البيزنس. تكرر كده صح؟ ايكويك اسيد اللي هو بين قوسين ريبيتون او جليسرول فوسفين، بلازم هنا وابسنت هنا. بريبلازمك سبيس اللي هو معمول من الجيماي بروتين سوليوشن وطبقتين بيبتايدو بلاكات، بريزنت في الجرام نيجاتيف بكتيريا وابسنت في الجرام بوزو. اوتر ميمبرين بريزنت هنا وابسنت هنا. لايبوبوليساكرايد بريزنت هنا وابسنت هنا. اللي هو معمول من اندوتوكسين ايز بريزنت هنا وابسنت هنا. وسوماتيك انجن بريزنت هنا وابسنت هنا. مين هو الميجور سيرفيس انجن او الميجور انجن؟ هنا السيرفيس بروتين مع الكويك انجن. هنا البوليساكرايد اللي هو السوماتيك او الاو انجن. سؤال شهير جدا عندنا كتير قوي بيجيبوا قارن جرام بوست وجرام نيكتيف سيبول. ما هي وظائف السيبول؟ في ميزين ده شيء. ليه؟ عشان ريجن. بيبروتكت الويك سايتوبلازميك من البرين اللي موجود تحتيه، يعمل له سبورت. ليه؟ عشان ريجن برضه. صح؟ البكتيريا يا جماعه البكتيريا دي في مواد مذابه كتير سوليوت تخلي الاوسمولاريتي بتاعته عاليه، يعني الاوسموتيك بريشر جوه السايتوبلازم يعادل من 5 الى 25 اتموسفير. لو مفيش تلوول والبكتيريا اتولدت في جو هايبوتونيكال هتنفصل ميه وتتنفخ وتفرع. وجود ريجيد سيل وول يمنع السيتوبلازميك ممبرين من انه يحصل له اوفر ستريتشنج. يبقى بتعمل له نوع من السبورت. تمام؟ قميص خفيف لو مشيت بيه حبرد كده او رحت لابس جاكيت يسبورت القميص الخفيف، السيتوبلازميك ممبرين ضعيف. سيل وول يبقى مور ريجيد يقوم يعمل له نوع من السبورت. تمام؟ الوظيفتين دول فقط هم اللي بيعتمدوا على ريجيد. في وظيفتين تانيين بس مش بيعتمدوا على شيء. يعني انا ممكن اسالك في نص الفانكشن. شوف ازاي. الوظيفتين التانيين هو السيل وول مسؤول عن ستيننج بروبرتي. بيخلي البكتيريا جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. وبيشارك السيل ديفيجن زي ما قلنا صح؟ يلاقيك سؤال تجاوب فيه نص الفانكشن بس. اللي هو وات از ذا كوز اند افكت اوف سيل وول ريجيدي. الكوز الكونتنت اوف الثايتوبلازم ويش از افوريمال كوربت اوف كذا كذا كذا. والافكت ده اللي هو تو فانكشنز من الاربعه اللي هو بيشين ذا شيل وسبورت الويك سايتوبلازم في الجيم. ها خلصنا؟ ليه لازم تحسب اول معرض؟ عشان موضوع ان هو البكتيريا ويز اونلي تو اكسبشن صح؟ ايه هم التو اكسبشن؟ مايكرو بلازما وايه الفورم؟ خلينا هنا برضه يعني ايه مايكرو بلازما؟ كتيرة ربنا خالقها عندها كل الاستراكشر ده ما عدا السيل وول. يعني عندها النيوكليويد والرايبوسومز والسيتوبلازم والسيتوبلازمك ممبرين 100% ما عدا السيل وول، مخلوقه طبيعي كده. امال يعني ايه ال 4؟ ال جاي من معهد ليستر في انجلترا. في معهد ليستر في لندن لقوا ان في بكتيريا، اي بكتيريا كوكاي باسيلاي، في ظروف معينه تتعرض لانزايم زي اللايزوزايم. واللايزايم يحرمها من تكوين سيل وول او تتعرض لبنستفن يقوم يحرمها برضه، لو حصلنا سيل وول او يحرمها من تكوين سيل وول.
ثم البكتيريا ما بتبقاش مع عندها سيل وول خالص. تبقى سيل وول ديفيشنت او سيل وول ديفكتيف. يعني في عيوب في السيل وول. ففي اوريجنالي او ناتشرالي ديفويد اوف سيل وول. لكن دي كان عندها سيل وول بس حصل ديفكت في السيل وول نتيجه للاكسبوجر لايه؟ سيل وول انهبيتور ده الانتي بايوتيك زي كريستالين او الانزيم اللي بيكسر السيل وول. حلوه. طب وليه اللي خلى دي عاشي؟ تصادف وجودها في جو ايزوتوري يبقى لا تعيش الا في جو ايزوتوري صح؟ طب امال ايه اللي مخلي دي عايشه؟ عندها ستيرويد سيتوبلازميك ممبرين يعوضها عن غياب السيل وول فتعيش في اي ميديم خالص مش كده؟ طب دي تقدر ترجع تكون سيل وول تاني لو الظروف اتشالت من عليها؟ نعم لكن دي عمرها ما تكون سيل وول لان عمرها ما كان عندها سيل وول. وبناء عليه يبقى في سؤال شهير اذكر الفروق اللي بين المايكروبلازما والالفول. دي ناتشرال اوكيرنج لكن دي انديوز وتقول لي سبب الاندكشن طبعا في الجدول اللي عاملينه بتجاوب الاجابه السريعه دي ناتشرال انديوز بين قوسين عند انديوز والديوز اكسبوجر ولايزوسايد والسين وول انهبيتور. دي اتوجدت في اي ميديم لكن دي اتوجدت في جو ايستوري. دي ما تقدرش تنسايز سيل وول لكن بتقدر تريسنس سايز سيل وول. دي عندها ستيرول في السيتوبلازميك ممبرين ودي ما عندهاش ستيرول في السيتوبلازميك ممبرين صح؟ امال اوجه الشبه بينهم ايه؟ اوجه الشبه بينهم بليومورفيك يا نور برافو عليك ليه بليومورفيك عالي؟ لانهم بيلاقي سيل وول والشيمنتين ده شيء كيف بليو او بوليمورفيك يعني متعدد الاشكال وده سؤال شهير جدا عندنا علم ليه المايكروبلازما اربولي او بليومورفيك؟ لانهم بيلاقي سيل وول وتشيمنتين ده شيء صح؟ عامل ليه المايكروبلازما ريزيستنت تو سيل وول انهبيتورز؟ هم بيلاقي ده تارجت بيلاقي سيل وول وتش از تارجت اوف بنسلين المسؤول كده؟ طيب يبقى دي اول شبه بين الاثنين من ضمن الجمل اللي جت في امتحان القسم اللي فات يقول لك عن ال فورم امتحان برضه واحد من الامتحانين بتوع يوم الخميس في جملة عن ال فورم بقى طريقة جملة صح أو جملة غلط فكان بيقول لك إن ال فورم أر فيري سنسيتيف تو أنتيبيوتكس ويتش أكت أون سيل وول. اللي بيجاوب السؤال ده غلط جاب جاب غلطة بين الناس فاتحين الكتاب صح؟ صفحة خمسة مش كده؟ بص لي كده على المايكروبلازما ليه بيقول لك إنهم بيريزيست السيل وول انهبيتورز صح؟ كاتب كلمة ريزيستنس لكن في ال فورم كتب لك they survive antibiotic therapy. فالطلبه افتكروا ان كلمه ريزيستنت واحده سرفايف الثانيه دول كلمتين مش بس كلمه يعني فافتكروا ان ده فرق. في ريزيستنت يقوم يقدر يعيش فانه سرفايف نتيجه انه ريزيستنت فكلمه انهم بيسرفايف antibiotic بتساوي بين قوسين انهم ريزيستنت تو antibiotic. فالبعض بيقدر عنده شعور كده انهم بيسرفايف يعني سنس فرض بيسرفايف الانتيبيوتيك يعني بيعيشوا في وجوده يعني اذا هم ريزيستنت ليه تواجه شبه بين المايكروبلازما والال فورم. لو رحنا سريعا بقى للاديشنال ستراكشر اللي هي ما فيهاش استنشاق نلاقي الكبسول خلينا كده على الكبسوله دي نتكلم. الكبسول مالها؟ بوليمر موجود او سايت سيل وول خلي بالك او سايت سيل وول لكن ان سايت هوست يعني علاقه الكبسول بالبكتيريا انه خارجها صح؟ لكن الكبسول هتتكون فين بالنسبه للهوست؟ جواه الفيبو فهي موجوده او سايت سيل وول حلو يوجوالي معموله من بولي ساكرايت وريرلي معموله من بولي بيبتايد اهو صح لها شكل اسميه كبسول لكن ليها تو اذر مورفولوجيكال شيب يعني ممكن كبسول ماتيريال تبقى كده نسميها سلايد وممكن كبسول ماتيريال تبقى عامله كده نسميها جلايكوكيل. قول لي فرق كده يخليني اسمي ليه كبسول ودي سلايم ودي جلايكوكيل. اذا كانت الكبسول ها غير واحد ريجولار ويل ديفاين فيرملي ادهرنت يبقى اسمها كبسول. إذا كان السيرفس بتاعها irregular أو ill defined و loosely adherent يبقى اسمها slime. إذا كانت الماتيريال البوليساكرايت دي بقت عبارة عن fibers أو fibrin عاملة شبكة متقاطعة يبقى اسمها glycogen. ما هي وظائف الكبسول أو its related structure؟ لو في أنتي بكتيريال ايجنت زي البكتيروفيج
جاي عايز يمسك ريسبتور في السيل وول. وجود كبسول، السيل وول كان هنا ده وجود او هنا وجود كبسول هتعمل باستنج صح؟ هتحمي البكتيريا من الانتي بكتيريال ايجنت صح؟ نفس الكلام ينطبق على الكومبلمنت. الجرام نيجاتيف بكتيريا الكومبلمنت كان بيتعرف على الاندوتوكسين بتاعه مش كده؟ طب وجود كبسول يمنع الكومبلمنت من الوصول للاندوتوكسين. طب الكوليسين او البكتيروسين كان رايح يمسك في حاجه في السيل وول عشان يكسر البكتيريا. وجود كبسول يمنعه من الاختراق مش كده؟ اذا الكبسول بتحمي البكتيريا اجنت انتي بكتيريال ايجنتس ونذكر مثال او اثنين. بتحميها من الفاجوسيتوسس ليه؟ الفاجوسيتوسس ايضا جوه الجسم اهو كان عندهم ريسبتور هيتعرفوا على كومن كومبوننت موجود على سطح البكتيريا. وجود الكبسول عمل ماسكينج منع الماكروفيج من التعرف على هذا الكومن كومبوننت. اتكلمنا عنها دي ولذلك يعتبر الكبسول واحد من الامبيرال فاكتور علم يجوز انيبل ذا اورجانيزم او هيلب ذا اورجانيزم تو اسكيب الفاجوسيتوز صح؟ حل اخرى او ما هي الحكمه من ان الكبسول تدخل سوري البكتيريا تدخل الكبسول وتطلعها اونلي ان فيفو البكتيريا الكبسولات اللي كانها عقل ثم بره الجسم ما تعملش الكبسول لكن لما تخش الجسم تعمل الكبسول كانها فاهمه ايه المطلوب لان الكبسول الجين فانكشن بتاعتها انها بتبروتكت البكتيريا اجينست الفاجوسيتوسس والفاجوسيتوسس ما بيحصلش غير ان فيفو يبقى لو قلت لك ليه الكبسول بتتكون اونلي ان فيفو لانها بتنيبل ذا اورجانيزم تو ريزيست او تسكيب فاجوسيتوسس ان فيفو طبعا. ايه كمان؟ الوظيفه الثالثه بس خد بالك الوظيفه الثالثه دي مش الكبسول مني ده حاجه ريليتد ليها الجلايكوجين الا وهي الاجرنت الجلايكوجين بتساعد الفاكتيريا انها تأثير تبص يعتبر فيرنس فاكتور ايضا بس خد بالك بقى وهنقوله هنتكلم عنه في الشابتر 10 جلايكوجين كفيرنس فاكتور. لو حد بقى بيلف السؤال بدل ما يقول لك الفانكشن اوف كبسول اند اكسلريتد استراكشر قال لك عايز الفانكشن اوف جلايكوجينكس بس. جلايكوجينكس وظيفته ان هي اتاتشن. وانش. هي الفاجوسيتوس. فلو انا قسمت السؤال على الجلايكوجينكس يبقى المين فانكشن بتاعته هي الادرنس الاتاتشن وليس البروتكشن. فدكتور لو في ام سي كيو برضه نختار الام سي كيو دايما يقول لك الموست امبورتنت فانكشن ذكر الثلاثه يبقى انت بتاخد الفانكشن الاساسيه الادرنس جلايكوجينكس مرتبطه بالادرنس حتى بعد كده لما نروح للفيرال فاكتور هنتكلم عن القصه دي بالتفصيل الجلايكوجينكس بتاع الاورجانيزم الفلاني بتخليه قليل ويبقى ده فيرال فاكتور اسمه ادرنس فاكتور اوف فيرال بس اذر استراكشرز فلاجيلا عايز خمس كلمات سرعه عن الفلاجيلا قطرها صغير قوي بس ما بتحفظش ارقام 20 نانومتر فلا ترى بالميكروسكوب العادي ترى بالالكترومايكروسكوب. وظيفه اورجن اوف موفمنت ستراكشر معموله من بروتين اسمه بلاجيلين توزيعها على حسب توزيعها قد تكون واحده من طرف واحد تبقى مونو ترايكل اول اراوند تبقى فيري ترايكل او فيري ترايكل مجموعة من طرف واحد تبقى لوبو ترايكل صح؟ طب كده في الموفمنت فانكشن ده ممكن تهب الوجريت اللي هو يموف توورز ماتا بنفيشن نيوتريانت مثلا يبقى اسمه بوزيتيف كيموتاكسيس او اواي فروم ماتا هارمفول يبقى اسمه نيجاتيف كيموتاكسيس. ادي الفلاجيت اللي قعدنا هيحصل الشحن. معموله من بروتين اسمه فلاجيلا او الشحن. يبقى قول الخمس جمل تاني الفلاجيلا ابندج اكستندنج او سايد سيت دايمتر الصغير اللي ترى بالميكروسكوب العادي ترى بالديكتروميكروسكوب طبيعتها معموله من بروتين اسمه فلاجيلين وده انتجينيك اسمه اتش انتجين توزيعها مونو او بيري او لوبو درايفر وظيفه موتيليتي وتفصيله الوظيفه انها تخلي البكتيريا تموت تورز حاجه او اوي فروم حاجه تورز حاجه يبقى بوزيتيف او يبقى نيجاتيف. هناك ابندجز اخرى اصغر ارفع
تختلف في الوظيفه اسمها فيلاي او فيمبريو. طيب اذكر عشان يبقى برضو ايه بنشرح مع المقارنه. سؤال: اذكر الفروق اللي بين الفلاجيلا والفيمبريا او الفيلاي. لونجر شورتر ديتر هنر صح؟ معموله من بروتين، معموله من بروتين شبه؟ لا بس مش البروتين ده اسمه فلاجيلين، لكن هنا البروتين فلاجيلين اسمها فايلين. انتيجينيك والانجين بتاعها اسمه اتش انجي صح؟ اما الفندريا فهي هتجاوب وهنا بخاف عليك لما احجب عنك معلومه مش معناها عكس المعلومه اللي فاتت. لا الفلاجيلا انتيجينيك صح؟ الفندريا الكتاب ما قالش، بعضكم هيتطوع ان الكتاب ما قالش ويروح كاتب انها نون انتيجينيك. غلط، فيمبري انتيجينيك ايضا وعندها انجن اسمه فيمبري انجن هندرسه بعد كده قدام شويه. فما تاخدش انت فرق، تلاقي فرق مكتوب في حته مش مكتوب المقابل بتاعه، ثم انت تتطوع بتاليف المقابل بتاعه. بول ار انتيجينيك ده اسمه بلاجيزا الانجن، اتش انجن ده اسمه فيمبري انجن. هناخده بعدين. الوظيفه اورجان اوف موتيليتي او موفمنت وبين قوسين بوزيتيف ونيجاتيف كيموتاكسيس. لكن الفيمبري اكوردنج الوظيفه بينقسم لنوعين. الفيمبري العاديه اللي اول اراوند اورجانيزم دي اسمها شورت فيلاي او شورت فيمبريا، دي اورجان اوف اجرنس ومسؤول عن الفيرولنس في هيلث ذا اورجانيزم تو كوز ذا ديزيز صح؟ لكن واحده من الفيمبري اللي دي موديفايد تلاقيها لونج وغلط اسمها تكت فايلت بيساعد في وظيفه اخرى اسمها كونجوجيشن اللي هي احدى وسائل الجين ترانسفير صح؟ روح الفلاجيلا والفيمبريا واضحه ولا حد عايز نقول حاجه فيها؟ قعدنا نركز في روح الفلاجيلا والفيمبريا وراح الممتحن بقى راح ايه؟ مفاجئ. قارن بقى مش بين الفلاجيلا والفيمبريا، قارن بين نوعين الفيمبريا. قارن بين الفيمبريا العاديه اللي هو الاراوند، في حد ممكن يديك فرق بين الفلاجيلا والفيمبريا يقول لك الكونتريبيوشن بتاعها بيجي مونو او بيري او لوفو، بينما الفيمبريا اللي هي الشورت يوجوالي بتبقى بيري. حلو مش وحش. قارن بين نوعين الفيمبريا، الشورت فيمبريا شورتر والسكس فايلر لونجر. الشورت فيمبريا نيومرس السكس فايلر سنجل. الشورت فيمبريا بتاعت الاورجانيزم اللي بقت دير تو ابوس، والسكس فايلر بتاعت الاورجانيزم تو ادير تو انذر بكتيريا. ناتج الادرس في الحالتين الشورت فيمبريا لما ادير تو ابوس بتستخدم انفكشن يبقى فيرولنت فاكتور، لكن السكس فايلر بيساعد الجين ترانسفير امانج بكتيريا يبقى جين ترانسفير او كونجوجيشن. قارنا فيمبريا وفلاجيلا، قارنا فيمبريا وفيمبريا صح؟ طيب ما تيجي نقارن حاجه اسمها فلاجيلا وحاجه اسمها اندو فلاجيلا. جديده الحته دي جديده مش في الورقه حتى ولا في الاديشنال كويشن. كانت في ذهني كده واحنا بنقارن يوم الاحد اللي فات. هناك حاجه اسمها اندو فلاجيلا او تعرف بالاكسيال فيلمنت. دي بكتيريا سبايرال شكلها كده وسبايرتين. تلاقي جواها مجموعتين من فايبرز. Arising from the two opposite poles أو N overlap at the middle. Structure يشبهوا الفلاجيلا بسموهم إندو فلاجيلا صح؟ قول لي بقى فرقين ثلاثة بين الفلاجيلا العادية والإندو فلاجيلا. طيب. دي appendage extending outside the same hole، لكن دي fibers extending inside the same hole، inside the same. structure و function is similar صح؟ لكن دي موجودة in some bacteria عادية باسيلاي مثلا مطايف باسيلاي، لكن دي موجودة بالتحديد بين السبايروكيز. الاثنين وجه شبه بينهم structure وجه شبه بينهم function انهم بيؤدي للموتيليتي صح؟ الميكانيزم. لكن الموتيليتي بتاعت السبايروكيز مختلفة. اندو فلاجيلا بتكلمها The routine around the longitudinal axis, translation bending. ده بشكل النوبيل جدا. طبعا سؤال صعب وعمر ما حد جابه بس احتياط واحد. يبقى في ذهنك الفرق بين الاندو فلاجيلا وبين الفلاجيلا العاديه. لكن السؤال جه عن الاندو فلاجيلا جه بريزو. ليه السبايروكيت مطايب؟ ليه السبايروكيت مطايب رغم ان ما عندهمش فلاجيلا؟
عشان عندهم اجهزه جلبت او اندو بتشرب. فالدور كان عايز البرو تاني. البرو تاني فلاجيلا اكستندنج او سايز السيرفنج. لكن الاندو فلاجيلا او الاجهزه السيرفنج اكستند الونج ذا لونج من الاكسس اوف ذا رين مش بالبروجيكت او سايز السيرفنج. حاضر يا باشا. دي موجوده في ديفرنت جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف موتايل اورجانيز، لكن دي موجوده مني في السبايكون. شكل الحركه مختلف. دي بتخلي الاورجانيزم يتحرك توورد او اواي، يعني في متاكسس بوزيتيف او نيجاتيف، لكن دي بتخلي الاورجانيزم يفلكس او يبن ويروتيت اراوند الانترنتيبنال اكسس. ايوه ادري. ممكن توصفها طبعا. ممكن تقول دي ابندج لارج ابندج او ابندج اكستندنج او سايز سين وول، لكن دي تو جروبس اوف فايبرز ارايفنج فروم ذا تو اوبسيت اندز اوفرلاب ات ذا ميدل. حقك تماما. يعني وانت بتحط الفرق تكتبه بالشكل اللي انت شايفه. اخيرا الاندوسبور بقى. هناك بعض البكتيريا لو تعرضوا لجروب انفيزابل يقدروا يتحوصلوا. يعني ايه يتحوصلوا؟ يعني يعملوا سبور. تعالوا نشوف السبور بتتكون ازاي؟ ايه محتوياتها؟ ايه وظيفتها؟ وبعدين نقارن سريعا بينها وبين كبسول. سؤال صعب جه مره قبل كده. اوكي. بصوا يا جماعه، بكتيريا ايه؟ اولا مش كل البكتيريا بتقدر تعمل سبور، وانما بعضهم بس. واشهر البكتيريا بتعمل سبور زي عيله الكوليستيريوم وعيله الفاكهه. لو تعرضنا لظروف انفيفرابل، فالميزوزوم بتجرو انور dividing the cell into two compartments unequally. في الكومبارتمنت الصغيره دي البكتيريا بتاخد الكروموسوم النيوكليوري. عشان كده الاسئله اللي بعضكم جاوبها غلط بتاخد. ان السبور بتحتوي على كروموسوم. نعم. طبعا بتاخد الاستنشال كومبوننت، بتاخد الريبوزومز، بتاخد فيو اماونتس اوف سايتوبلازم جاست انف فور سرفايفل. ويكتمل الغلط الداخل بهذا الشكل. ثم بتكون طبقتين، طبقه اسمها كورتكس وتين لكنه طفل كود، وتبقى دي سبور. الاورجانيزم بيقعد جوه دورمان، مفيش ميتابوليزم. برضه جمله من الجمل اللي جت عند سبور، يبقى عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي، صح؟ جميل. عايز اوصف السبور كده. اصبحت ريزيستنت للانفيرال كونديشن، صح؟ وما عندهاش ميتابوليزم. وتوصف باربع كلمات: هايلي ريزيستنت ريستنج فور. هايلي ريزيستنت ريستنج فور. تلاقي الجمله دي مكتوبه في الصف الثاني. هايلي ريزيستنت ريستنج فور. هايلي ريزيستنت يعني ريزيستنت للانفيرابل كونديشن. وريستنج لانها دورمنت ما عندهاش ميتابوليزم او عندها فيري لو ميتابوليك اكتيفيتي. حلو الكلام؟ طيب هل السبور تعتبر وسيله للريبرودكشن في البكتيريا؟ لا. ليه؟ لان السنجل البكتيريا لما تيجي تسبوريليت بتدي سنجل سبور، ولما الظروف تتحسن بيحصل حاجه اسمها جيرميشن، فالسنجل سبور ترجع تجيرميليت وتدي سنجل بكتيريا، يبقى مش وسيله ريبرودكشن. وايه اللي جاب السؤال ده في سكتنا يعني؟ الفنجس ممكن يريبليكيت باي سبوريليشن، حاجه درستوها في البيولوجي. الفيلمنت اسبانجاي بتعمل سبورز كتير كده جوه الساك دي، وبعدين الشكل ترابشر، وكل سبور تجروب شكل فيلمنت جديد. يبقى الفيلمنت دوت يديني 100 فيلمنت في السبوريليشن، صح؟ تبقى السبور قد تكون وسيله ريبرودكشن في فانجس، لكنها في البكتيريا مش وسيله ريبرودكشن. ودليلي على هذا ان السنجل بكتيريا بتدي سنجل سبور، والسنجل سبور بتدي سنجل بكتيريا. واضح؟ قول ايه؟ تاني الفانجس دي بتتغير اسمها فيلمنت اسبنجاي. تعمل ساك كده وتعمل جواها سبورز، ساك دي ترابشر، كل سبور تجروه تبقى فيلمنت. فال 100 سبور دول يدوني 100 فيلمنت، يبقى السبور وسيله البرودكشن في الفانجر. لكن في حاله البكتيريا، سنجل بكتيريا ساك بتدي سبوريه واحده بس. ولما الظروف تتحسن السبور دي هتدي بكتيريا ثانيه. انت مش واخده بالك ان اللي هيحصل بعد كده. لو طال الامل على السبور الاورجانيزم ده بيحتاج لايسس خلاص. والسبور دي بتبقى اعلى في السويل. لو الظروف اتحسنت بيحصل عكس السبوريشن، حاجه اسمها جيرمينيشن.
سبورتد باي ووتر والكورتكس والبودي يتكسروا والاورجانيزم يخرج ثاني يبقى باسيلس جديد. وان باسيلس بيدي وان سبور وان سبور بيدي وان باسيلس، يبقى مش وسيله ريبرودكشن. امال وسيله ايه حاضر؟ وسيله سرفايفل، وسيله بروتكشن اجينست الانفيفربل كونديشن. يعني البكتيريا وهي في الحاله دي بتاعت السبور تصبح مور ريزيستنت، نعم، للهيل وللدراينس وللاك اوف نيوتريتس، لانها خلاص اجريت الميتابوليزم بتاعها والاسيدتي والالكالينيتي والحاجات كتير، صح؟ لا يعني بس ما بتسميش الاسم ده، ما هوش هياك يعني. ده نوع من الهاي ريزيستنت ريستنج فورس، يعني البكتيريا تحوصل وتقعد دورمنت، اتحسنت الظروف ترجع تاني، صح؟ ثالث ليه ما بنعتبرش السبوريليشن مثال للفاريشن، صح؟ اولا لان السبور فورميشن دي حاجه ديتيرمنت جينيتيكال، فهي صفه من الاورجانيزم موجوده من الاصل على الشين بتاعه. يعني بدليل ان مش اي بكتيريا تقدر تعمل سبور. عيلتين بس، عيله اسمها كولستريديوم وعيله اسمها باسيلس، هم اللي عندهم الجين اللي يمكنهم انهم يسبورنيتي، لان صفه من صفات البكتيريا. طالما صفه مش تغيير. صفه اساسيه عند عيله الكولستريديا انها سبور فورم. صفه اساسيه عند الدستريس انها يبقى اذا طالما ما هواش تشينج، طالما صفه اساسيه في البكتيريا يبقى ما هواش فاريشن، ادي واحد صح؟ ثم الفاريشن، هي البكتيريا لما تسبورنيت لو رجعت تاني تبقى فيجيتيتد. هل بتغير من صفاتها اثناء السبورنيشن او الجيرنيشن؟ الاجابه لا. يعني دي لما ترجع للحياه بترجع بكتيريا بنفس الصفات اللي كانت قبل ما تتحوصل. لما كانتش حاله فاريشن. ثالثا الفاريشن انك تشعر بتشينج حصل. والبكتيريا وهي سبور ما لهاش صفات. احتفظت بصفاتها، فين التشينج اللي حصل؟ على فكره الكلام ده يعني انا جاوبتك بسبب ان فعلا ده كان سؤال مصدر لجدل وديبيت ومدارس بقى، وده يقول لك لا نعتبرها فاريشن، لا ما نعتبرهاش فاريشن، بس انا قلت لك اسباب عدم اعتبارها مثال للبكتيريا الفاريشن، لانها صفه اساسيه، صفه اصيله عند الاورجانيزم. كلام جميل، علم ده سؤال بقى مهم، ليه السبورز بيبقوا هايلي ريزيستنت وان فيفربل كونديشن؟ عندهم هاي كالسيوم وزايكوبريك اسيد كونتنت في الكورتكس والكور، حلو. عندهم لو اوتر كونتنت، عندهم لو انزيماتيك اكتيفيتي في الكورتكس والكور انفيرمنت، صح؟ في سؤال جبته لكم في الامتحانات اللي انا كنت بعملها لكم دي، اللي جاوب هذا الامتحان. دي ريزن فور ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا بكتيريال سبور، ثيرمال. لو قال لك ثيرمال تبقى الاجابه الاولى بس. There are high contents of calcium and dipolinic acid. يعني طب وليه كتب الاربعه؟ ترجع للمصحح ده. في مصحح يقول لك يعني الطالب كاتب الاربعه عدم الثقه فينا، خايف يكون احنا ضاربين الاربعه فعايز يوريني انه عارف. ده معظمكم بيعمل كده. طول قوي في الاجابه ويقول لي حاجات مش مطلوبه، نوع من ان انا مذاكر ونوع من مش عارف الممتحن عايز ايه، صح؟ وفي ممتحن يقول لك لا لازم اميز بين الطالب اللي خاطب وكتب فرق واحد وهو يعلم ان هو ده الفرق المطلوب وطالب كتب كله. في ممتحن ينقص على القياده، خلي بالك. لو انت بتمرن وعارف الاجابه المطلوبه بالظبط اكتب وانت مش قلقان. كالسيوم وهيدروجينيك اسيد بس هما سبب الثيرمال ريزيستنس. في اربع حاجات هم الفور ايد، حاضر يا بندور. الفور ايد بتوع السبور بيساعدوني في الدياجنوز. الفور ايد هم السايد والسايد والشيب والستيني. ريجاردنج الستيني ادي اول ايد تاني. السبور لو ظبطتها بالجرام تبان از انستيند ستراكشر انسايد ذا اورجانيزم. ريجاردنج السايد مكان السبور فورميشن قد يكون سنترال او ثيرمال او بين البنين سب ثيرمال. شكل السبور قد يكون سفيريكال وقد يكون اوفال. حجم السبور قد يكون سمولر ذان ذا اورجانيزم. الكتاب ما اتكلمش عن السايد. سمولر يبقى ما عملش بلجنج، ما نفخش بلجنج، نون بلجنج. وقد يكون لارجر يبقى عمل بلج. تمام؟ ده بيساعدني في الدياجنوستيك. لو انا جيت اسبور بكتيريا وشفتها عامله المنظر ده، كانت اللاي جرام بوزيتيف اهي، وفي اخرها كان في سبور عامله المنظر ده كده.
فانا بقول ده الاورجانيزم ده كان جرام جزء في الفاسيلار بيعمل سبور وصفها كالاتي ان ستيبل في الجرام وترمينال سبيريكال بلاش بارشنج سبور. هو ما اقدر اعرف الاورجانيزم ده اسمه كوليستيريديم تيتاني في التحديد. فالسبور بالاربعه اف بتاعتها ساعدتني في ذلك. الشابتر الثالث بقى وعيون حد له حاجه في الشابتر دي؟ نعم. كونفرجن بين السبور والكبسول. شكرا يا رشيد. الكبسول بتكون اوت سايد ذا اورجانيزم اوت سايد ذا اورجانيزم اوت سايد ذا سيل وول. السبور بتكون ان سايد ذا سايتوبلازم عشان كده اسمها اندوسبور جوه السيل وول. لكن بالنسبه للهوست الكبسول بتتكون ان فيفو جوه الهوست. السبور بتتكون ان فيتو. الكبسول بولي سكرايد مينلي بولي بيبتايد ريرلي. السبور كورتكس وكود ريتش ان كالسيوم اند دايد كولينيك اسيد يعني تفاجئ في الستراكشر او في الكومبوزيشن. هو الكبسول الاورجانيزم از فايبرنت. هو السبور الاورجانيزم از دورمنت. الاورجانيزم الكبسوليتد كان ريبريديوس كان ريبليكيت. الاورجانيزم في حاله السبور نو ديفيجن نو ريبليكيشن. الاورجانيزم الكبسوليتد مور سنسيف او ليس ريزيستنت للهيت والانفيفرال كونديشن. اما الاورجانيزم في حاله السبور مور ريزيستنت تو هيت اند اذر انفيفرال كونديشن. ثم ده ليس ريزيستنت او مور سنسيف يعني وده مور ريزيستنت. بلاش كلمة سنسور عشان ما تلخبطوش. ده أقل ريزيستنس وده أكثر ريزيستنس. ثم الفانكشن في الكبسول بتبروتكت الأورجانيزم أجينست أنتي بكتيريال إيجنتس وتهيب الكابسيتوسيس وتساعد الأتاتشمنت. السبور بتهيب أو بروتكت الأورجانيزم أجينست أنفيفرابل كونديشن زي الدراينس والهيت والألكالينيتي واللاك أوف نيوتريانس إلى آخره. لا يطلع في ذهنه ده الاخر كل جروب او فرع. لا يعني اول ما جيت دول لا اول حته ما عنديش مشكله. لا هو الكبسول والسبور تاني دي اوت سايد السيل وول ان سايد السيل وول ان سايد اورجانيزم. دي ان فيفو هو الهوست دي ان فيترو خارج الهوست. دي معموله من بولي سكترايد او بولي بيبتايد. دي كورتكس وكود ريتش ان كالسيوم اند دايجوكوليك اسيد. الاورجانيزم انسايد ذا كبسول از فايبل. الاورجانيزم انسايد ذا سبور از دورمنت. الاورجانيزم كان ريبليكيت كبسوليتد لكن هنا نو ريبليكيشن. ال قلنا هايلي ريزيست مور ريزيستنت للانفيفرال كونديشن مور ريزيستنت للانفيفرال كونديشن. وتقول الفانكشن هنا والميل فانكشن هنا. ممكن اقول لك فرق كمان ما اقولوش. ده فيرميبل ودول الكورتكس والكود انترنال. يعني بقول لك كل ما تقرا تطلع بفروق. لا ما هو مش اسينشال الاثنين لان كلمه اسينشال ليها معنى عندنا انت مش مدركات. الحاجه اللي اقول عليها اسينشال تبقى اسينشال فور جروث فور ريبليكيشن فور سرفايفل. يعني عايز اقول انها موجوده ان ميني اورجانيزمز لكن دي موجوده اونلي ان فلان وفلان مفيش مشكله. يعني كانت زامبل زامبل البكتيريا كبسوليت ممكن. نعم. والكبسول ما يحتضرش ده من الشيء. لا الكبسول اولها سي والاسبوع اولها ايه؟ لا الكبسول الكبسول لما بتتكون ممكن الاورجانيزم تتصنع للكبسول تاني ولا لازم خلاص الاورجانيزم نفسه الكبسوليت يكون الكبسول جوه الجسم ولما يخرج ما يكونهاش. يعني لو الاورجانيزم بيديفايد في المعمل ما يكونش الكبسول. يعني صفه انه يكون الكبسول موجود عنده بس ما يستعملهاش اي واحد. ما بلاش التنشن دي فاحنا انا اعترضت على كلمه بلاش التنشن. كل الكبسول دي مش التنشن. كبسول غير الكبسول مش استنشن. استنشن يعني استنشن. لا 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 لا
تاني جوه الكبسول حلوه وانت حلال وجميله قوي. اسمعوا كلامنا بس بلاش كده بلاش كده. ها مين عايز سؤال سريع عشان انا عندي لسه في الشكل. الماكينه الواحده تعمل كده اسبوع ده. اللي عايز يتفضل اللي كان فايته في الكوتش شابتر في الكوتش يقدر يتفضل. نعم يا دكتور. طبعا وانت بقت بتشتت الدبلاجين جديد تتعرض لزوم ار تضرب الاسبور تاني. نعم شابتر 3 يا خمسه قدام ولا ايه يعني؟ يعني ليه كده احسن؟ طب فين الزباين؟ الدكتور مفكرين ده ايه؟ مي ايه مي؟ اتكلم بقى بقى بص بقى خلاص جت وشافت دي رايك يعني ايه جروس؟ يعني سوري هنتكلم عن الجروس يعني ايه جروس؟ ابليس صاير او شيء او الاثنين تعرف منين في المعمل ان حصل جروس؟ انتوا بقى جاوبوا بقى اصل بقى ولو زاد على فلويد مية اللي هي بقت تربي صح؟ ولو زاد على فلويد مية لا كورني مش كده؟ عرف يعني ايه كورني؟ مفروض تكون مثبت البرودكت في 20 30 سنتيمتر ومحتاج البكتيريا في مستويات ميديا. حد مش عارف الديفينيشن ده؟ نقول مش شالوه بيتساب اكتر يعني لو جبت ميديا سوليد في طبقه ايه؟ وحطيت بكتيريا واحده وسمحت لها تديفايد 20 30 مره وكانت استراكشر اتشاف من عين اسمه كورني يعني مستعمره. ده معنى كلمه كورني صح؟ جميل. والبكتيريا سمحت لها تتكاثر 20 30 مره فتكاثرت ازاي؟ بطريقه اسمها ايه؟ سيمبل باينري فيشن. يعني ايه سيمبل باينري فيشن؟ يعني الخطوات الاربعه الاتيه طريقه الريبرودكشن بتاعت البكتيريا اسمها سيمبل باينري فيشن ان ويتش نمره واحد البكتيريا بتيلونجيت. خلي بالك ليه حد يلونجيت؟ انا عايزها لما تتكاثر وتبقى اثنين تديني اثنين فيهم نفس السايز. فالبكتيريا هتطول طب وليه ما بتزيدش في الطول والعرض؟ اصلا تعمل سيستم كده هيبقوا اثنين ايكوال كده لو كانت العرض بقى كمان كبر كنا احتاجنا سيستم كمان في العرض مش كده؟ فالبكتيريا هتلونجيت بس يعني بتزيد في السايز بمعنى انها يوجوالي بتبقى لونجيت. ادي واحد كان عندها مشكله خطيره ان الكروموسوم سنجل صح؟ قوم ايه؟ راح الميزوزوم بيعمل اتاتشمنت في الكروموسوم وهناك يوجد الانزيمز اللي بتساعد على السيباريشن اوف ذا تو ستراند وكل ستراند يشتغل كانه اجل سنجل تو سنسايز اكومبلمنتري ستراند يعني الكروموسوم هيدوبليكيت صح؟ لما يدوبليكيت يبقى اثنين واحد يبقى اتاتشد هنا والثاني يبقى اتاتشد في انذر ميزوزوم وبين السايز اوف اتاتشمنت يتكون ترانسفيرنس سيستم من ايه؟ من السجن بريد بس ولا من السجن ولا من الاثنين؟ من الاثنين يعني السجن بريد بيجرو ان وورد يتبعه السجن هو كمان بيجرو ان وورد عشان يدي اثنين ايكوال ايدنتيكال دوتر كيلز صح؟ يا اما يفضلوا اتاتش فتره يا اما السيبريت ده ياثر على ايه؟ على الرينج مثل اللي قلناه في اول الحصه. يعني لو دي سيبريت على طول يبقى باستمرار بشوف الخليه سنجل او بيرن لكن لو بيقعدوا اتاتش فتره هشوف بقى تشينز او كلاس تمام؟ حلو. يعني ايه جنريشن تايم؟ ده تعريف. بين ايش تو سكسسيف ست ديفيجن قد يكون فيري شورت 13 دقيقة ربع ساعة تلت ساعة في معظم البكتيريا 13 دقيقة زي الدبل كولر وقد يكون فيري لونج 24 ساعة يعني يوم في التي بي صح؟ اديتكم مسألة تعتمد على معلومتين من اللي فاتوا. قول لي لو بدأت بيه يعني أنا عايش طبعا انتوا شفتوا معانا الكالتشر ميديا اللي اسمها لوبنشتاين جينسن بتاعت التي بي ده صح؟ الزاد اللي كانت مقبولة بسكروب وكان في ميديا لونها أخضر مايلة كده. لو زرعت بكتيريا واحدة من التي بي على سطح هذه الميديا شوف الكورني بعد قد ايه؟ بص كلمة 24 ساعة خليها بتساوي 1 دي عشان يعرف نعمل ايه؟ كل بكتيريا محتاجة يوم عشان تبقى اثنين صح؟ فلو بدأت البكتيريا وانت محتاج 20 30 6 ديفيشن يبقى عشان تبقى كورني محتاج 20 30 ديفيشن مضروبة في يوم يعني 20 30 يوم يعني من 3 ل 4 اسابيع تمام؟ ممكن تبقى مسألة حسابية أو ليه السؤال بطريقة أخرى جيب ريس ليه الـ TDEs هتسلو جروبر؟
عشان الجينيشن سايت بتاعته طويل. حلو الكلام. طب يبقى كده بقى عشان الديفايس محتاجه ريكويرمنت. ايه هي هذه الريكويرمنت سريعا؟ يلا ايه الريكويرمنت فور بكتيريا جروث؟ نيوتريشن اكوردنج تو نيوتريشن توصل البكتيريا هنا اوتوتروفيك وهيتروتروفيك. عرفني يعني ايه اوتوتروفيك؟ ان اورجانيزم تعريف بكتيريا وشيكاني وكلايز سمبل ان اورجانيك سبستنس تو سينثايز كومبلكس اورجانيك ماتيريال صح؟ عرفني يعني ايه هيتروتروفيك؟ اورجانيك كومبلكس دي هو تكنولوجي ديفايس سمبل اورجانيك سبستنس كان لوت سبايس كومبلكس اورجانيك ماتيريال زي نيز اورجانيك سورس اوف كربون ديرايف فروم ا هوست ماشي. مين فيهم لو ميديكال انبورد؟ علم ليه من كيلوتروفيك ليهم ميديكال انبورد؟ ما يقدروش يصنعوا الجوب نفسهم، ما يقدروش يستغلوا سامبل ان اورجانيك ماتيريال، محتاجين اورجانيك سورس اوف كربون ديرايف فروم ا هوست. قارن بين اوتو وكيلوتروفيك. كان يوتيلايز سامبل ان اورجانيك سبستنس كان نوت. كان سبلايز كومبليكس اورجانيك ماتيريال كان نوت. لكنهم بياخدوا ريدي ميد اورجانيك ماتيريال من هوست مش كده؟ دول اوف نو اورليتد ميديكال امبورتنس ودول اوف هاي ميديكال امبورتنس. تاني ريكوايرمنت للبكتيريا عشان تعيش الاكسجين واكوردنج للاكسجين تبقى البكتيريا خمس مجموعات. اسمه ديفينيشن سريع اوبليجيت او ستريكت ايروب زي ايروب 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 جينوزا سودوموناس ايروجينوزا. تعريف لازم يبروك وجود اكسجين اوبليجيت او ستريكت ايروب لازم يعيشوا في قبل الاكسجين زي البكتيرويد براشيز. فكرت في ايروب كان دون انروبيك كان دون ولا بريفير؟ كان بريفير بروس ان بريزنس اوف اوكسجين لكنهم ستيل كان دون عرفت ليه تاخد فكرت في ايروب مش فكرت في ايروب؟ بس كلمه فكرت في ايروب يعني عنده بديل. فالبديل هو اللي بسميه بسمي البديل. فكرت في ايروب يعني هم عايشين ايروبيكالي لكن عندهم بديل ايروبي بس هم فكرت الانيروز. طبعا دي معظم الفكره والميديكال امبورتنس وكانهم متطلقين عليها صح؟ مايكرو ايروبيك ده معنى ان مايكرو قليل ايروبيك يعني هو سوبر ها؟ فالبيلوباكتر لازم نحفظ مثال لكل واحده منهم. كان بيلوباكتر او الهيليكوباكتر. واخيرا ايرو تولرانت ده بيجي ديفينيشن كتير قوي. ايرو تولرانت ده يعني بكتيريا عندهم انيروبيك باترن اوف جروث. دول شويه تحس انهم كانهم عكس الفقرات الانيروبيك. بكتيريا عندهم انيروبيك باترن اوف جروث. اوعى تقول بطل كان جرو اوعى تقول بطل كان سرفايف اه بطل كان توليريت. توليريت هنا يعني يتحملوا لفتره بسيطه. كان توليريت ذا بريزنس اوف اوكسجين. ليه عندهم سوبر اوكسيد؟ عندهم سوبر اوكسيد المثال كوليسترول ديفرنشال صح؟ البعض يقول لي انا حفظت الديفرنشال دي بس مش فاهم ليه؟ ليه ده يعيش في الاوكسجين وده يموت في الاوكسجين وده ما يموتش عارف ايه وده ايه؟ اتكلمنا عن الريسبيريشن. بص اللي هقوله ده تنساه على طول. طب وهقوله ليه بس عشان تفهم القصه؟ الريسبيريشن هو الجلوكوز كاتابوليزم. لحد الايروبيك ريسبيريشن الجلوكوز والجلايكوليز بتتحول لبيوبيت. في الكريس سايكل البيروبيدي الداخل عشان يطلع انرجي يطلع كمان اثنين اي تي بي مولكيول بس بيستخدم كو انزايم. الكو انزايم اللي بيستخدم لتحويل البيروبيدي في الكريس سايكل يتحول الى كو انزايم ريديوس. ريديوس يعني عليه هيدروجين او عليه الكترون صح؟ وعشان نرجع الكو انزايم ده للحاله الاوكسيدايز بتاعته نعمل له اوكسيديتيف فوسفوريشن. لحد الايروبيك ريسبيريشن يستخدم الاوكسجين and the final hydrogen او electron accept. ده بيطلع لي طاقه كتير لان الاوكسجين very good accept. وبيطلع لي طاقه تساوي totally 38 ATP مولكول. من كل جلوكوز مولكول واحد يتكسر بالطريقه دي يطلع 38 ATP مولكول. ويستخدم الاوكسجين as the final hydrogen accept صح؟ لكن في عيب خطير هيحصل هيتكون H2O2 او هيتكون اوكسجين يحمل الكترون اسمه سوبر اوكسيد. دي مواد توكسيك صح؟ لكن البكتيريا اللي هي الستريكت ايروبيك مالها؟ عندها انزايم اسمه كاتاليز وسوبر اوكسايد اسمينجيز بتخلط من المواد. يبقى افهم من كده السؤال اللي يقول لي ايه بيزو؟ ليه الكوبليت ايروب كان سرفايف ان بريزنس اوف اوكسجين على الرغم من تكون مواد توكسيك؟ لانهم بيكون ليزا انزايمز وش كان دي توكسيفاي هذه المواد التوكسيك. طب امال بقى دي بريزو؟
ليه بقى العكس؟ ليه الانيروبيك؟ لاي ان ذا بريزنس اوف ما عندهمش انزايم ما يقدروش يخلصوا فيقوموا يموتوا صح؟ طب وما بيطلعوا طاقه ازاي؟ تعالى نشوف اهو الانيروبيك ريسبيريشن ياخدوا الجلوكوز يحولوه لبيروجيت نعم ياخدوا البيروجيت يدخلوه في السايكل ايوه يطلع ريديوس فور انزايم ماشي لكن لا يستخدموا الاوكسجين في الاوكسيديتيف فوسفوريشن امال يستخدموا اذر كارير اذر اكتيفتور زي النايتريت او السلفين او الكربون دايوكسيد دول نوت از جود از اوكسجين عشان كده الطاقه اللي طالعه تبقى اقل من 38 بس يا عم ماشي نص العمى ولا العمى كله انا هقبل طاقه قليله بس ما تطلعليش مواد توكسيك تموتني صح؟ يبقى ايه بريزن؟ كان انيرويد بكتيريا كان نوت ليف ان بريزنس اوف اوكسجين. لان بريزنس اوف اوكسجين هيطلع مواد توكسيك هارمفول والبكتيريا دي ما عندهاش ساتش انزايم. ايه بريزن؟ ليه الانيرويد بكتيريا بتطلع انرجي اقل من الانيرويد بكتيريا؟ اقدر اكتبها عشان النيتريت والسلفيت ار نوت از جود از اوكسجين از فاينل هايدروجين اند الكترون اكسبتور. لو فهمتوا القصتين دول اقول لك تفتكر المايكرو ايروفيلك عندهم انزايمز ولا ما عندهمش؟ عندهم بس قليلين عشان كده يحتاجوا اوكسجين قليل عشان ما تطلعش المواد دي بكميات كبيره. طب الايرو تولرنت يعيشوا انيروبيك اللي هو صح؟ طب لو اتعرضوا لاوكسجين يتحملوا الاوكسجين شويه ليه؟ عندهم واحد من سوني انزايمز عندهم سوبر اوكسايد ديسميوتيز يقوموا يتخلصوا من ماده توكسيك على ما الثانيه تتجمع تقتلهم. عشان كده يتحملوا الاوكسجين فتره اطول شويه. طب وايه رايك في الفاكالتي بانيروم؟ يعيشوا نيروبيك يعني عندهم ساتش انزايم صح؟ ماذا لو؟ ماذا لو غاب عنهم الاوكسجين؟ او ما تعودوش ما تعلموش يعيشوا انيروبيك يعملوا حاجه اسمها فيرمنتيشن. يعني ياخدوا الجلوكوز يعملوا اول خطوه يحولوه لبيروبيت. بعدين يخسروا البيروبيت ليه؟ اصل ما يقدرش يدخل البيروبيت في ريبس سايكل لانه ما عندهوش كارير لا الاوكسجين ولا غيره ثم يكتفي باقل كميه اي تي بي طبعا لان 2 لاربعه اي تي بي مولكيول بس. قارن بص الثلاث مقارنات اللي جايين دول ركزوا بقى. قارن بين الاوبليجيت لوب والاوبليجيت انيروب. عايز حد جديد يجاوب. انا شايف احمد عمرو وزهران مين؟ ده بيطلع 38 اي تي بي مولكيول وده بيطلع ليه انرجي. ده بيتكون عنده التوكسيك ماتيريال دي وده لا. ده عنده الانزايمز وده ما عندوش. كل الفروق دي لازم تذكر في الامتحان. طب قارن بين الانيروبيك ريسبيريشن والفيرمنتيشن. ده اوبليجيت انيروبيك اورجانيزم وده فاكالتي انيروبيك. ده بيستخدم النيتريت والصلفيت والكربونيت وده ما لقاش اكسيوتابل كارير لانه غاب عنه الاوكسجين وهو ما عندوش الكارير البديله. يوم ده يطلع مور انرجي وده يطلع ليس انرجي صح؟ سؤال كتبته لكم في الاسئله الاديشنال ومعظم اللي جاوبوا ما عجبتنيش الاجابه ويمكن بعضكم اللي بيديني الكراسات يلاقيني زودت له فروق الحته دي ازاي؟ قارن بين الاوبليجيت انيروب والفاكالتي انيروب. ما قلتلكش بقى بين الانيروبيك ريسبيريشن والفيرمنتيشن. اوبليجيت انيروبيك اورجانيزم وفكرت بانيروب. الديفينيشن ده بيعيش في غياب الاوكسجين لكن ده بيبطل الاوكسجين لكن الديب يقدر يعيش في غيابه صح؟ المثال بكتيرويد تراجيد وده معظم البكتيريا دي كلها مش حلو. طريقه الريسبيريشن الاوبليجيت انيروبيك انيروبيك ريسبيريشن صح؟ فكرت بانيروب. ايروبيك في وجود الاوكسجين وفيرمنتيشن في غيابه. طب الالكترون والهيدروجين كارير الفقرات الانيروب بيستخدم نيتريت وصلفيت وكربونيت صح؟ امال الفقرات الانيروب؟
الاوكسجين في وجود الاوكسجين ولا يوجد كارير في غياب الاوكسجين. الاوبليجيت انيروب بيطلع لك بتاع 17 دي تي في كده صح؟ وما فكرت الانيروب طلع مور انرجي في وجود الاوكسجين ولين انرجي في غياب ده لا يوصل مقارنه دي جديده. نعم جديده يسمع احنا قلناها ساعة الريفريشن ده انيروبيك لكن ده وقت وجود الاوكسجين يعمل ايروبيك من الريفريشن وفي غيابه يعمل فيرمنتيشن. بالظبط تعال نشوف الانزيم الاوبليجيت انيروب من الاصل ما عندوش صح لكن فقدت الانيروب عنده الانزيم ويستخدمها فقط في وجود الاوكسجين. شفت مقارنة ما كانتش قبل كده بس يعني الحاجات دي غبت لما تبقى فيروس ده وعليك بقيت الريكوايرمنت سريعة ها؟ كربون دايوكسيد هقولها في الاخر بقى عشان الحق اخلص بس. ها؟ سريعا كربون دايوكسيد محتاجينه بجريس اماونت زي الاتموسفير لكن البكتيريا اللي شايفينها كربون دايوكسيد اعلى اسمها كابنوفيليك زي النيتيل. ال بي اتش معظم البكتيريا محتاجه بي اتش اراوند نيوترالي صح؟ لكن البكتيريا اللي محتاجه بي اتش الكلاين فيبروكلاين زي اللاكتوباسيلاين حراره معظم البكتيريا اسمها ميزوفيليك البكتيريا اوثنتيكال امبورتنس ليه؟ تعيش في رينج 20 40 والاوبتيمال 37 من طلاقة يعني علم ليه الميزوفيليك بكتيريا ار اوثنتيكال امبورتنس عشان تعيش من 20 40 صح؟ والاوبتيمال 37 وش از اور نورمال بودي تمبرتشر. طب امال السايكروفيليك اللي بيعيش في الثلاجة او الثيرموفيليك اللي محتاجين حرارة عالية فوق 60 وانت طالع ليه اوثنتيكال امبورتنس؟ عشان الاوبتيم بتاعتهم واحده 0.8 والثانيه 0.60 which is not our normal body temperature. حلو الكلام؟ بكتيريا الجروث كيرف لو جبت بكتيريا وحطيتها في فلويد ميديا فريش ودرست درست مراحل هتخش تحت ممكن بكتيريا اهو ودرست مراحل نموها الفريش ميديم يعني جبنا انبوبه فيها فريش ميديم وحطيت عدد معين من البكتيريا وشفت هيجروز ده هتلاقي الاول العدد ثابت ما بيزيدش اسمها لاج فيز ثم العدد يزيد ستيدي اسمها لوج فيز ثم العدد يرجع يبقى كونستنت اسمها ستيشنري فيز ثم العدد يقل يبقى اسمها ديكلاين فيز صح؟ جميل سهله قوي اللاج فيز البكتيريا بتاخدها بتستنفذ تو ذا نيو انفايرمنت وبتطلع بروتينز وانزيمز نيدد فور اكتف ريبليكيشن. هنا بتريبليكيت اكتفلي والعدد بيزيد ستيدلي صح؟ هنا بدات الميديا بتبقى اكزوستد ففي بكتيريا بتموت لما نوصل لبالانس بين البكتيريا اللي بتموت والبكتيريا اللي عايشه يديني عدد ثابت من العايشين صح؟ هنا بدات اللي بيموت يكتروا اكتر واللي بيموتوا اكتر عشان الميديا بدات تبقى اكزوستد ويبقى في ويست برودكت في الميديا صح؟ فالضايق البكتيريا بيزيد ديفايدنج البكتيريا فالتوتال نمبر اوف ليفنج بكتيريا بيديكريز مش كده؟ حلو قوي. الاسئله المعتاده عاشر ليه العدد هنا سبع؟ اوعى تقول عشان تبقى ذكي ازاي؟ دي الاجابه؟ عشان مفيش تلت فيشن. ايه يا استاذ؟ في المرحله دي البكتيريا مش ذكي السلف بس الناتج منها بقى ذكي السلف. ما لسه مش بتديفايد ذير از نو سيلف ديفيجن فالعدد هنا ثابت ان ذير از نو سيلف ديفيجن. امال العدد هنا ثابت ليه؟ يبقى انا بتكلم اللي بيديفايد واللي بيموت صح؟ العدد هنا ليه ديكريز هنا؟ عشان بيموتوا اكتر نص درجه يا استاذ بيموتوا اكتر من شيء قد ايه؟ دوس الميديم وايه؟ نيوتريشن ديفيشن صح؟ قارن بين اللاك فيز والستيشنري فيز مقارنه عملناها كده بتاع 8 10 18 فرق اهو بص دي الفيرست فيز ودي الثيرد فيز ماشي هنا ما كانش في تلت فيجن هنا في تلت فيجن هنا العدد الثابت بكيلو اقل العدد الثابت بكيلو اعلى صح؟ العدد الثابت الاقل ده هو الانيشال نمبر العدد الاعلى ده هو الماكسيمم اتينبل نمبر مش كده؟ هنا ما فيش دلتا كتير هنا في دلتا كتير هنا العدد الثابت والبكتيريا بتادابت السجن هنا ثابت لان في بالانس بين اللي بيموتوا واللي صحيين. الميديا الميديا من الميديا هنا فريش من هنا اكزوستد. هنا لو شفت ان الاكيوميشن اوف ويست برودكت وهنا هنا مفيش هنا برودكت وهنا في اكيوميشن اوف ويست
اللي ما عندهاش بروتين معانا يجيلها من حد بس سريعا، او لو عايز يعملها بنفسه بالبيت يتخيل نفسه بيعيش القصه، عايش هو الدوب بيشوف ايه اللي بيحصل جوه. لو ممتحن جاب له واحد ما تسمعش البروتين قارن بين اللاك فيس والستيشنال فيس واكيد لك حكيته فرق واحد. شوف هنا في اداب للتست وهنا في بلد. عيش كده في الزوم وتخيل بقى وانت عايش جوه في اللاك فيس، ما فيش ملابس كله عايش ميديا فريش، ما فيش اكزوست، عيش جوه التيوب ماشي؟ عيش جوه التيوب تطلع عشان اشوفك المره الجايه بالبروتين ماشي؟ اخيرا شابتر 4 بقى. فايروس عرف يعني ايه بكتيروفيج؟ فايروس مال، فايروس البص بتاعه بكتيريا تاني، فايروس بيفكت بكتيريا تاني. ارسم كده رسومات في الامتحان والدكتوره هتحدد لك في محاضره الريفيجن الرسومات اللي عليها. ارسم البكتيروفيج. هيد وتين. الهيد نمبريك اسيد كور سراوند بروتين كور دي الهيد. التين اربع اجزاء فاكرينهم؟ تيل كور سراوند ذا كونتراكتايل شيلد ينتهي بديس بليد تو ويتش تيل فايبرز ار اتاتش. كيف ممكن البكتيروفيش ده ان هو ينفكيت؟ باعتباره فيروس ارجع لتعريف الفيروس في الشابتر الاولاني. ما عندوش سيل ستراكشر. عارفين يعني ايه ما عندوش سيل ستراكشر؟ يعني مفيش هنا تشكيلات ولا رايبوسومز ولا نيوكليس. ما عندوش سيل ستراكشر. امال يبروباجيت ازاي؟ وان اوف تو سايكل. سايكل الاولى لايتك سايكل سهله. تعالوا سريعا بصوا كده يا ولاد، دي بكتيريا السيل وده بكتيروفيش هيعمل لها انفكشن. مراحل الانفكشن كام؟ سته. واحد اتاتشمنت او ادزوربشن لان كل فاش لو هيمسك هيمسك في سبيسيفيك ريسبتور سايت، لان مش اي فاش ينفكت اي بكتيريا صح؟ السبيسيفيستي دي كلمه ليها معنى وهتجاوبني سؤال في اخر الموضوع. ها الخطوه دي سبيسيفيك صح؟ نمره اثنين كونتراكشن اوف ذا كونتراكتايل شيت وبيؤدي الى بنتريشن او انجكشن اوف ذا نيوكليك اسيد. تبقى خطوه البنتريشن او الانجكشن. طب والكول والهيد والتيل؟ هي دي مين او سايد الامتي بارت بتاعت الفاش بتقعد بره. تعدي المرحله الثالثه ها اسمها كليمس الخطوط. ما تقولش فيروس باركت ديتكتد جوه الخليه. ليه بقى؟ دي زي اللاج اللي فاتت. الفيروس بيأدابت السيلف تو ذا نيو سيل باي سينثايزنج ماكرو بروتيولز وانزيمز وبروتين نيدد فور اكتف فاش سيلف. حلو. بعد كده الفاش كون اللي هو سوري جاهز اللي هو عايزه يبدا الاكتف انترا سيلر ريبليكيشن. يعمل هيد كتير تيل كتير الدي ان ايه نفسه يريبليكيت ويدي كوبيز كتير. كتير قد ايه يعني؟ hundreds of copies. بعد الفكر 3 4 عشان بنرسم على قليل في الصوره. hundreds مئات الكوبيز في الكون. يبقى فاضل له يجمع الوحدات ويعمل اسمبلي كل هيد ترسم في ديل وتتعبى من نيوكليك اسيد وبعدين يروح مغطى الخليه ريليز يعض الايد يتمدد ويخرج صح؟ حلو قوي. هو بيكسر الخليه ليه؟ عشان يخرج. بس بيكسرها ازاي؟ احنا ما بيريبيتيت دي حاجه الخليه تصنع على الزوما ديفايس بتخرج الخليه من الداخل صح؟ ده مش بس كده ده مختلف. ده بيخلي الخليه تصنع نيوكليات وحتى الدي ان ايه الاصلي بتاع الخليه اللي كان بالاسم ده اهو يحصل له فراجمنتيشن يتكسر اهو. فيقوم وهو بيعمل اسمبلي ممكن تصادف انه ياخد حته من الدي ان ايه وهو بيجمع وحدات. طب لما الفاش اللي واخد دي ينفع بكتيريا اللي في الاسود ده يخرج ويروح ينفكت بكتيريا جديدة يبقى عمل حاجه اسمها ترانسدكشن. يعني ايه ترانسدكشن؟ يعني جين ترانسفير فروم وان بكتيريا سيل تو انذر بكتيريا سيل عن طريق بكتيروفيج. النوع ده من الترانسدكشن يسموه ان اللايف. ليه؟ لانه لما كسر البكتيريا وهو بياخد اخد اني دي فتبقى مش حاجه سبيسيفيك صح؟ يبقى دي السايكل الاولى اسمها لايتنج سايكل او يسموها فيجيتيتد. ليه لايتنج؟ احنا عندنا وقت كتير تعالوا راجع بقى الدكتور من الاول. ليه لايتنج؟ عشان اللايسس اوف ذا اورجانيزم. ليه فيجيتيتد؟ كريت نمبر. ممكن بس تستخدمي كمان اقولهم ينجزوا السكور خالص وغيرهم قدامنا خمس دقايق.
من النمبر عشان بدأنا باش واحد جه صح حصل في ستيشن يعني حصل قطاس ومشكله طب ونفس سايكل اوف اسمها تمبرد الباش دوت لما عمل انفكشن جوه بكتيريا عمل الخطوات الاتيه اتاشمنت انفكشن 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 جلس اثناء الجلس الباش ده نفسه مش شايف مش هيقدر يعمل ريبليكيشن ما اكتر الريبليكيشن ده جينيتيكالي كنترول والجينز تجيلها لحظات تبقى ريجريشن ولما تموت تقول عليها حصل ايه ريجريشن صح فالفاشل اللي دخل لقى نفسه مش قادر يريبليكيت كان مصيره على طول ان الدي ان اي دوت هيتحلل مع الوقت ويحصل له ايه في النيوكليزس اتكسر مش كده؟ الا انه لقى بسيط من الامل ده ايه هو البسيط من الامل دوت؟ لقى كروموسوم راح عامل معاه انتجريشن هنا بداوا التو سايكل يدايفرج يتفرقوا بقى يعني اول خطوات ده الدين اتاشمنت بنتريشن اكليبس ده الدين صح هنا بدل ما الفاش يبدا يصنع الوحدات بتاعته ويرجع يجمعها ويكسر ويخرج لا نفسه مش قادر يعمل كده راح عامل انتجريشن عند قصه انه عمل انتجريشن يوجد ثلاثه انتجريشن في منتهى الاهميه واحد البكتيريا دي اصبح اسمها ايه؟ لايزوجينيك بكتيريا عرف في الامتحان يعني ايه لايزوجينيك بكتيريا بكتيريا تحتوي على بروفيش بعضكم يقول كده صح او بكتيريا انفكتد ويز اتمبل الكابتيلوفيج ويتش انتجريت ان جينوم ان اكس كروموسوم طب عرف بقى الفاش دي ان ايه اسمه بروفيش يعني ايه بقى بروفيش؟ دي ان ايه اوف ذا تمبل الكابتيلوفيج ويتش انتجريتد ويز كروموسوم اوف لايزوجينيك بكتيريا يا جماعه خلينا نكمل صوت يبقى يعني ايه بروفيش على فكره بعضكم بيجاوب البروفيش دي غلط بعضكم بيقول ايه ده تمبر البكتيريوفيش هو بعضكم معتقد ان البروفيش هو تمبر البكتيريوفيش نفسه لا البروفيش هو الجينوم بتاع التمبر البكتيريوفيش وش انتجريتد وذ بكتيريا كروموسوم اثناء التمبر سايكل طيب البكتيريا دي حصل لها حاجتين واحد اصبحت كانها كانت بنت واتجوزت الست اللي متجوزه بقى لما تتجوزت على جوزها يبقى اصبحت ريزيستنت او اميون تو انفكشن وذ انذر بكتيريوفيج الست اللي متجوزه اكتسب اتفاق من جوزها صح؟ اكتسب اتفاق من الزوج اسمها ايه هنا؟ لايزوجينيك كونفيرجن عرض اكويزيشن اوف نيو بروبرتي باي لايزوجينيك بكتيريا او باي بكتيريا ست انفكتد مستمر البكتيروفيج اوعى تنسى المثال البكتيريا بتبروديوس توكسين لما تبقى لايزوجينايز لما يحصل لها القصه دي سؤال قبل الاخير ما هو مصير هذه السايت؟ زي مصير اي جواز يا اما يعيشوا بتباكو نبات يعني ايه؟ يعني الاليه دي لما تيجي الديفايد نسي تبقى قصه البكتيروفيش يعتبر الدي ان ايه ده كانه جزء منها وهي بتديفايد انتي دوتر سيل كل دوتر سيل عندها كوبي من الكروموسوم وكوبي من ايه؟ من البروفيش يبقى كان البروفيش بيباز تو دوتر سيل ادي اول مصير مصير اخر الراجل كانه كان بيتمكن لما يتمكن يجي لحظه عليه فوق انت ايه اللي رميك الرميه السوداء دي؟ نومي ديتاتش الديتاتشمنت من ايه؟ سبونتينيوس او انديوس سبونتينيوس يعني من تلقاء نفسه وانديوس يعني اتعرض لاكس راي او يو في طب لما يتكشف يبقى ده معناه ايه؟ خش لايف سايكل يعني خلاص ده كنت ذاكرت الريبليكيشن يوم يرجع للايف سايكل اوعى تنسى دايما في المصير ده معظمكم في المصير ده يلاقي مزود له كلمه اللي جاوبوا ودول كراساتهم او ورقهم يلاقي مزود له كلمه تو ستارت ا نيو لايف سايكل لما البكتيريوفيش ان يتكشف بعضكم بيقولوا يتكشف ويسكت وينسوا انه لما يتكشف هيستارت لايف سايكل جديده طيب والمصير التالي مش لايف بص اهو ده كان عامل انتجريشن صح؟ لما طبعا الدوتر ست دول وصلوا ملايين كان واحد عنده 10 بنات متجوزين عايشين في تبات ونبات واحده منهم هتتطلق كان هي من خلالها هتتطلق
الباكتيروفيج دي ان يفك الكروموسوم يبقى حصل ديتاكشن ويروح الى لايتك سايكل يعني يبدا يكمل من هنا من اول لا ما خلاص ما كان اللي فات ده كان من الانتر تيلر سنتر السنتري ريليك احيانا بقى وهو بيديتاتش ياخد الادجستنت بيس اوف ذا كروموسوم معاه يبقى برضه لو نقلوا خليه اخرى تبقى ترانسدكشن بس المره دي يسموها سبيشالايز لانه خد سبيسيفيك بيس اوف دي ان اي صح؟ ايه الابلكيشنز اوف باكتيريفيج عشان تروحوا عشان تكملوا الحته بتاعتها ابلكيشن ممكن انا بقى اعفي الهيد دي الدي ان اي واخليه يحقنها لي جوه البكتيريا اذا يستخدم الباكتيريفيج هاد اكلوني كتكتور الباكتيروفيج واحد من العوامل اللي ساعدتني في الريسيرش زمان في معرفه يعني ايه الجينيتك انفورميشن متشال على بروتين ولا دي ان اي تخيلوا العلماء زمان احتاروا الجينيتك انفورميشن متشال على بروتين ولا نيوكليك اسيد مش عارفين اجابه لهذا السؤال قال الباكتيروفيج دي حل لهم المشكله ليه؟ الباكتيروفيج معمول من دي ان اي او نيوكليك اسيد اخر بروتين بره البروتين كود لما ساب البروتين بره وحقق الدي ان اي ولقينا نيو جينيتك بروبرتيز عرفنا ان الجينيتك انفورميشن تبقى كارد على النيوكليك اسيد يبقى يساعد الباكتيروفيج في الريسيرش الستادز سواء البيولوجيكال او الجينيتك ستادز مش كده؟ والاستخدام التالي اللي خدناه في العملي من طرشين استخدم الباكتيروفيج انتايدنج اوف باكتيريا صح؟ علم ليه يستخدم الباكتيروفيج ان باكتيريا تايدنج؟ عشان الديفرنت بكتيريا ديفر ان سنسيتيفيتي تو ديفرنت باكتيروفيج او في واحد دماغه واحد لان قال لك ايه؟ لان الانفكشن اوف باكتيريا باي باكتيروفيج از سبيسيفيك بروسس صح؟ مش اي باكتيروفيج بيصيب اي باكتيريا صح؟ ايه هي الابلكيشن او اليوز بتاعت الباكتيروفيج تايمر اللي بيدي من الاوبيوام تو تريت ذا سورس اوف انفكشن لما احب اتبع في حالات بوست اوبريت بوست انفكشن او في حالات البوست بوست مين بقى يقول السؤال الاخير ان الاجابه اسراء اميره قولي لي يا اميره بقى الاجابه الاخيره mention some other methods of bacterial typing والإجابة مش من هنا الإجابة من العمل واللي جات في كيس من آخر السنة مرة other methods of bacterial typing غير الفاش typing سيرولوجيكال أيوة ميرا في مورفولوجيكال في بايو typing في سيرولوجيكال typing وفي بلاسمس بروفايل في كروموسومال أناليسيس وفي بايو دي سواي أو بايو typing بايوسين أو بكتيروسين typing كده في الرايبو تايب في هذا الميثود المكتوبه في العملي فور باكتيريا تايب شكرا جزيلا قصه بقى جديده يلا نجيب قلم ولا تحمل نفس الورق عايز